ايه هو الديفينيشن بتاع برونك الازمه؟ الديفينيشن بتاع برونك الازمه، الديفينيشن بتاع برونك الازمه هي عباره عن اير واي اوبستراكشن. طب ما سي او بي دي كان برضو اير واي اوبستراكشن. هذا الاير واي اوبستراكشن في البرونك الازمه يمتاز بكم كلمه بقى؟ ثلاث كلمات. كم كلمه يا جماعه؟ ثلاث كلمات. ايه هما الثلاث كلمات؟ اول كلمه انه، ايه الكلمه المضيئه في البرونك الازمه؟ شوفكم بقى فاكرين الاطفال ولا لا؟ كلمه المضيئه انه غير ريفرسبل طبعا. ماشي، ريفرسبل. ريفرسبل عشان تفرق بينه وبين السي او بي دي. السي او بي دي كان ريفرسبل، انما هنا يا جماعه خدوا بالكم البرونك الازمه في مراحل متاخره بيبقى برضو في سيمي ريفرسبل كده، يعني ممكن يبقى برضو لحد ما بيرجعش للطبيعي بس في مراحل متقدمه. انما الاصل في موضوع برونك الازمه انه ايه يا جماعه؟ انه ريفرسبل طبعا. لكن الكلمه المضيئه مش ريفرسبل، الكلمه المضيئه كانت ايه؟ الكلمه اللي لو ما قلتهاش في الديفينيشن في الشفوي تاخد صفر، انه اذا ذكرت البرونك الازمه ذكر ايه؟ كلمه مضيئه. كله يعطوا الاطفال يا متضرر، خلاص كلامنا في الاطفال. هايبر ريسبونسيفنس، كلمه مضيئه استجابه مبالغ فيها، هي دي الكلمه المضيئه على فكره. برونك الازمه في كلمه واحده استجابه مبالغ فيها. يعني ايه استجابه مبالغ فيها؟ يعني انت مثلا لو انت قاعد كده فانت جيت فجاه انت عامل ايه يا جماعه؟ قمت ماسك مثلا اللي جنبك وقمت مديله بالقلم، حلو الكلام؟ او ان هو قمت زقيته كده، او انت واخد منه الكتاب وقمت مقطعه. الاستجابه العاديه التقليديه ايه يا جماعه؟ ان انت هو اداك بالقلم اديله انت كمان بالقلم، او مش عارف ايه، او شيل ايده او كده وخلاص. انما الاستجابه الغير هي المبالغ فيها ايه بقى؟ اللي هو انت خبطت اللي جنبك يقوم هو يقوم يعمل ايه يا جماعه؟ يقوم بكرسي على دماغك ويطلع سكينه ويقوم قاتلك بيها ويقوم مولع في القاعه كلها ويقوم مولع في السنتر ويولع في الشارع كله. دي اسمها استجابه ايه يا جماعه؟ هو ده اللي بيحصل على فكره في البرونك الازمه. كلمه برونك الازمه، اي واحد فينا بيستنشق ماده غريبه، رد الفعل الطبيعي جدا هو ايه يا جماعه؟ بيكح شويه يقوم يخرج الماده دي. انما الاستجابه المبالغ فيها هي ايه بقى؟ تستنشق ماده من هنا، تقوم تبدا البرونكاي بتاعتك ايه؟ تقفش. والعضلات بتاعتك ايه يا جماعه؟ تقفش. وانفلاماتوري سيلز تطلع في الصاب ميكوزا وتبدا تطلع كيميكال ايه يا جماعه؟ ميدييتورز. وجسمك كله يتنايل ب 60 نيله. دي اللي اسمها ايه يا جماعه؟ هايبر ريسبونسيفنس. برونكيال ازمه في كلمه واحده اذا ذكرت البرونكيال ازمه ذكرت كلمه ايه يا جماعه؟ هايبر ريسبونسيفنس. واضح ولا مش واضح؟ فالمهم هي دي الكلمه المضيئه بقى. طب وبعد كده الكلمه الثالثه في الديفينيشن، وما زلنا في الديفينيشن، عايز اشوفكم فاكرين اطفال برضو ولا لا، هو سبب الهايبر ريسبونسيفنس ايه؟ يعني هو ليه العيان ده عنده هايبر ريسبونسيفنس؟ طبعا محدش عارف يجاوب السؤال ده، لان محدش عارف. لكن موست بروبابلي ايه؟ جينيتيك. الكروموزوم كان رقم كام؟ ايه الكروموزوم اللي كان مسؤول عن الهايبر ريسبونسيفنس؟ مين فاكر في الاطفال؟ الكلام ده كان مهم كمان في الاطفال. الكروموزوم رقم كام؟ 12. انت قربت. هو كروموزوم، ثلاث كروموزومات. هو بولي جينيك، بولي جينيتيك. يعني في ثلاث كروموزومات مسؤولين. في جين كده مشهور قوي اسمه ادم 33، هم سموه كده ادم 33. ده على كروموزوم كام؟ هم ثلاث كروموزومات على فكره. كروموزوم رقم 2 وكروموزوم رقم 5. 2 في 5 بكام؟ 10. وكمان نضربهم في 2 عشان الحبايب يبقوا كام؟ 20. كروموزوم رقم 20. اقول لك كروموزوم رقم 2 و25 اهو، الجين اللي اسمه ادم 33 موجود في الكروموزوم رقم كام؟ رقم 20. فبصوا بقى يا جماعه، يبقى البرونك الازمه ثلاث كلمات. قلنا هايبر ريسبونسيفنس، ركزوا معايا خلاص. هايبر ريسبونسيفنس، قلنا الكلمه الاولى دايورنال فاريشن، وقلنا كمان في دايورنال فاريشن. يبقى اذا كلمه برونك الازمه هو عباره عن ايه؟ فلو انستراكشن يمتازه بكم كلمه؟ ثلاث كلمات. ايه هما ثلاث كلمات تاني بقى؟ انه ريفرسبل، انه هايبر ريسبونسيفنس، والكلمه الثالثه اللي هي يا جماعه دايورنال فاريشن. هسالكم سؤال، ملخص الحدوته ايه؟ ملخص حدوته البرونك الازمه عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ستيمولس. ستيمولس عادي، حلو الكلام. وعمل ايه بقى هذا الستيمولس؟ عمل في الاخر برونكيال ناروينج، صح؟ مش هي دي حدوته البرونك الازمه؟ لما انت تعرف تبص للمعادله دي يبقى لازم تسال نفسك سؤالين. ايه هما السؤالين؟ ايه هو الستيمولس دي اول حاجه؟ الحاجه الثانيه ازاي عمل برونكيال ناروينج؟ صح. ايه هو الستيمولس؟ على فكره مش لازم تلاقي الستيمولس، ممكن ما تلاقيهوش. لو لقيناه يبقى دي اسمها اكسترنسك ازمه، يعني في عامل خارجي هو اللي عامل الازمه. طب لو انا جيت افتش عن الاستيمولس ده ما لقيتوش، يبقى هي اسمها ايه يا جماعه؟ انترنسك ازمه. طبعا بقى اتهرست في الاطفال جدول المقارنه ما بين ايه يا جماعه؟ الاكسترنسك والانترنسك ازمه. طب ايه هي الاستيمولاي اللي ممكن انتوا عارفينها؟ اللي هي زي ايه مثلا؟ اشهرهم طبعا البولن، حبوب اللقاء. وعشان كده دايما يقول لك ايه يا جماعه؟ الاتاكس بتاعت البرونكا الازمه، لو حد عنده برونكا الازمه دايما الاتاكس تبان اكتر امتى؟ في الربيع وحبوب اللقاح، بتبقى الدنيا هايصه يعني. فالمهم يقول لك بولن، ممكن كمان الدست، بس الدست اللي فيه ايه يا جماعه؟ اللي فيه كائنات او حشرات بروتينيه. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده ربات البيوت برضو تيجي تنفض قبل الاعياد دايما،
عارف انت اللي هو يوم الوقفه يوم اللي هو بتنظف البيت دايما يجي لها ايه برضو البرونكيال ازمه. في حاجات بقى كتير زي مثلا الدندرف اللي هو قشر الايه يا جماعه قشر الشعر. بعض الاسبريهات ممكن برضو تعمل كده شكرا ممكن برضو تروح للحلاق قشر شعر مع شويه الحاجات العجيبه اللي هو بالشعر خلقتك دي تلاقيها كلها يا جماعه او مع شويه حاجات غريبه تجيب برونكيال ازمه برضو. في على فكره مواد كتير قوي سيبك من كلام التلفزيونات اللي هو ايه بقى تلاقي برضو دكتور كده طالع مع مذيع حلوه كده في التلفزيون طلع طالع دكتور توجه عليه الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وعندهم مشكله برونكيال ازمه ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه ده كلام تلفزيونات. انا شوف يا انسه مش انسه برضو التلفزيون انا شوف يا انسه انا بقول لهم ابعدوا عن ايه يا جماعه ده كلام تلفزيونات سيبك منه ابعدوا عن السمك وابعدوا عن اللبن وابعدوا عن البطاطس ابعدوا عن الفراوله هو ايه يا جماعه والحاجات دي والموز الكتير برضو يعني ينزل من شجره الموز شويه بلاش البيض واللبن يا ابني ده كلام تلفزيونات. ممكن الاكل ده يعمل فعلا يجيب حساسيه ممكن بس النسبه البسيطه جدا يا جماعه. ما هو اي اكل في الدنيا ممكن يجيب ايه يا جماعه يجيب حساسيه لكائن الماء او الانسان الماء على هذه الكره الارضيه. يعني ما ينفعش تطلع في التلفزيون تقول كلام محترم تقوم قايل لها شوفي يا انسه احنا عايزين مش انسه برضو احنا عايزين نبعد عن البيض واللبن. البيض ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده مفيش اللي هو مفيش حاجه كده. الاستيملس نفسه الاستيملس ممكن يبقى بولين. طب انا اسالكم سؤال بقى بيتسال في الشفوي وبيجي في الام اس كيو ودايما لما بيجي في الام اس كيو طالب يحل غلط يجي يقول لك انت سمعتوا عن ماده اسمها ايزوسيانيت؟ ايزوسيانيت اه سمعت عن ايزوسيانيت ايزوسيانيت مش ماده سامه ده ماده هي سامه اه هي ماده موجوده فين يا جماعه موجوده في الدهانات اه عارف انت حتى ريحه الدهانات ليها ريحه هي دي ماده الايزوسيانيت معايا ولا مش معايا يقول لك بتبقى حلوه اللي هي ريحه الدهانات اللي هي ايزوسيانيت بتجيب كده ايزوسيانيت ويجي في الام اس كيو سؤال ده بيجي كتير على فكره يجي يقول لك ايزوسيانيت ركزوا يا جماعه معايا ايزوسيانيت يعمل ايه ونجيب لك اختيارات. انا بقول لك الطلبه والتفكير بتاع معظم الطلبه بيختاروا ايه يجيب لك دايما اول اختيار انترستيشن لانج ديزيز دايما الطلبه لان الموضوع ده الانترستيشن لانج ديزيز معروف ان في ادويه ومواد سامه كتير قوي تعمل انترستيشن لانج ديزيز. لما ناخد الموضوع ده هتعرف ان اي دواء اي حاجه في الدنيا لما بتيجي في الام اس كيو تختار ايه يا جماعه. يعني يقول لك الاميودارون يعمل ايه انترستيشن لانج ديزيز يقول لك الاسبستو اي حاجه انت بتختار ايه يا جماعه. يوم هو لو دكتور لئيم بيحط الامتحان يجي يقول لك ايه بقى ايزوسيانيت قول له يا لئيم لان الايزوسيانيت مش طب لان الايزوسيانيت ما بيعملش ايه يا جماعه ما بيعملش انترستيشن ديزيز انما بيعمل ايه بقى برونكوسبازم. انت عارف دي تلاحظها انت بقى لو عندك نقاش في البيت وجاي حاجه مثلا 3 4 ايام دايما اتفرج على النقاشين كده تلاقيه قاعد طول النوع اليوم بقى يا جماعه شغله كله في الدهانات دايما تلاقيه بيكح برونكوس بازم من البتاع ده خد فينتولين اهو اكتب له حط على فينتولين بختين بس قول بختين كده ترشهم على ايه وترفع يعني اللي هم بختين كده هتبقى زي الفل معايا ولا مش معايا. فعشان كده يجي في الام اس كيو دايما يقول لك ايزوسيانيت يعمل ايه مفيش طلبه كتير بيبقوا مركزين في الايزوسيانيت. السؤال ده لما بيجي تلاقي كل الطلبه اختاروا ايه يا جماعه انترستيشن لانج ديزيز معناه الايزوسيانيت بيعمل ايه يا جماعه بيعمل برونكوس ان هو عمال يسالك السؤال ده في شفه ويقول له يا لئيم لانه فعلا لئيم بصراحه السؤال ده. فالمهم ده كده بالنسبه لايه للعوامل لكن برضو عايزين نعرف بقى احنا عرفنا الاستيمولس لكن الاستيمولس ده ازاي يعمل برونكيال نارونج يعمل برونكيال نارونج عن طريق ثلاث حاجات خدتهم في الاطفال من جوه من بره. اول حاجه هو ملخص الحدوثه ايه الطب المصري بقى من جوه ومن بره بصوا يا جماعه هو كده الله يخلي صباح المحشي انتوا عارفين نظريه صباح المحشي بصوا يا جماعه بصوا يا ولاد عندنا بيحصل ملخص قصه ايه اصلا ايه اللي حصل دخل الانتيجين انتيجين ما من الحاجات اللي انا قلتها دي كلها دخل سيادتك استنشقت الماده دي تقوم تيجي الماست سيلز تبدا ايه يا جماعه تبدا تبدا القوات اللي هي القوات الامن تبقى على اهبه الاستعداد اهبه الاستعداد بايه بقى حاجه اسمها اميونو جلوبولين ايه الاميونو جلوبولين ايه ده الاخي بتاع ايوه ماشي كنت بتاخده فده كده الاميونو جلوبولين ده اللي هو ايه يا جماعه ده اللي هو بيجي كده ويرص او ايه يا جماعه يبداوا على اهبه الاستعداد كده على ضفاف الماست سيلز لحد هنا مفيش مشكله. عارف المشكله بتبان امتى بقى لما يجوا تاني لما الانتيجينات تيجي تدخل تاني المره دي بقى ايه يا جماعه زي بالظبط الثوره اما فجاه كده قامت 25 يناير ايه اللي حصل عملوا بتاع وغيروا الحكم انما دلوقتي لا النظام على اهبه الايه يا جماعه الاستعداد وعشان كده يجي يقول لك 25 يناير الجاي وثوره تانية ده ضغط
ده والله العظيم ده فعلا اللي يقول لك كده وبحاطط امال ان يحصل حاجه ده ما عندوش الا ما عنديش ايه ان اراضي واحد بس اللي هو يبقى واحد اخطر لان النظام ايه يا جماعه على ودايما تفتكر البرونك الازرق مش اول مره ابدا عمرها ما كانت زي تاني مره تاني مره انت هتيجي هتلاقي القوات كلها ايه يا جماعه بقى مستعده والمواطنين الشرفاء واقفين لك وكل الناس واقفين لك وانتهى القصه معايا ولا مش معايا هتيجي تدخل هتحصل شكله جامده جدا شكلة دي ينتج عنها ايه بقى خناقه جامده جدا طق 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 انتجن انتبادي ايه يا جماعه الخناقه دي هتاثر على مين بس المص سيلز تقوم البرميابيليتي بتاعه المص سيلز ايه يا جماعه توسع تقوم تطلع كيميكال ايه تقوم الكيميكال ميدييتورز دي كانت بتعمل بلاوي متنقله ب 60 ميله وانا هسالكم سؤال وكلكم هتغلطوا فيه هو الكيميكال قاعدين نظريه المحشي الاخير بتاع البتاع المينو دورن ايه هو ده اللي فاكرين فيه لكن انا هسال سؤال عيني مباشر ما هي الكيميكال ميدييتورز المنوط بيها وانا اسف ان انا بقول المنوط بيها معاكم في نفس الكلام كده المنوط بيها ما هي الكيميكال ميدييتورز الهيستامين طبعا ده الطب الاصفر ليه بقى الطب الاصفر لان يا جماعه لو كان الهيستامين صح هو الهيستامين بيطلع بس ما ينفعش اقول اول واحد ما هو يا ريت كان يبقى اول واحد كان معنى كلامي ان علاج البرونكا الازمه ايه يا جماعه انت هيستامينك هو ده بيحصل لا وعشان كده يقول لك ايه بقى يقول لك الهيستامين اه موجود بس في حاجه تانية اهم زي ايه الليكوترين طب عارف الاطفال الليكوترين وايه كمان نوع من انواع البروستاجلاندين وايه كمان براديكاينين ده مهم جدا برضو دول لو جبت الراجل اللي بيحترق اللول على الشيشه هيقول الكلام ده كله في حاجات تانية يا جماعه في كيميكال ميدييتورز تانية مش انتوا خدتوا في الاطفال لما يجي يقول لك ايه هي الكيميكال ميدييتور ترد عليه تقول له ايه هل هتقول له نفس الاجابه بتاعت اللي بيحط لك ويل على الشيشه اللي هو هيستامين يقول لك وايه كمان براديكاينين وايه كمان يدور له مش عارف ايه يا ابني الاجابات دي عم اسامه هنقرا والليكوتري لا بص في كمان كنت ترد عليه تقول له ايه بقى في شورت ميدييتور وفي لونج اكتنج ميدييتورز اللي انتوا قلتوها دول كلهم ايه يا جماعه شورت اكتنج يعني بتطلع على طول انما كان في لونج اكتنج مين فاكرهم كانوا اتنين ايوه بليتلت اكتيفيتنج فاكتور كويس ولا انت شكلك مهتم بالشيست من زمان مش دلوقتي بس بليتلت اكتيفيتنج وكان في واحد تاني بقى مين يقوله ميجور بيزي بروتين برافو عليك على فكره هو بيسال في الشفوي لما بتقول الاثنين دول يبقى انت فعلا مذاكر بوعي يبقى انت انسان واعي انما في ناس يا جماعه هم ايه يا جماعه مذاكره بدون وعي المذاكره بدون وعي اللي هو تقول ايه بقى هيستامين لا براديكاينين لا الكلام ده كله كلام حمله بالجنزبيل دي حتى ماشي على الوزن اهو انما تقول له شورت ولا لونج اكتنج يقول لك ايه هي اللونج اكتنج انت عارفهم يا ابني قول له يا دكتور ايوه ايه هم اقول له بليتلت اكتيفيتنج فاكتورز وايه كمان ميجور على فكره اختصارهم سهل قوي لان ام بي بي ميجور بي لا ام اه ميجور بيزك بروتين حلو الكلام وفي عندنا كمان هو بليتلت اكتيفيتنج فاكتور معايا خلاص هو سهل كده مش لازم نختصر بليتلت اكتيفيتنج فاكتور بس كده واضح ولا مش واضح طيب ندخل بعد كده نتكلم عن ايه اللي بيحصل بالظبط في البرونكاي بقى نظريه ايه بقى صباع محشي قول بقى قول يا عم سكريشنز هو كتير قديمة بره والول بيحصل سبازم بس اول ده ده ايه ده ليه بقى بيحصل ليه عندنا اول حاجه بتحصل ايه مش في عندنا ثلاث طبقات واسفك مش في عندنا طبقه اللي جوه دي اسمها ايه اللي هنا دي ميكوزا في صب ميكوزا وفي العضله بيحصل لها ايه سبازم سكريشن جوه فالمهم اول حاجه العضله بيحصل لها ايه يا جماعه سبازم تعرف اهم حاجه بتحصل في البرونكا لازمه ايه اهم حاجه ايه في الثلاثه دول هل اللي بيحصل سكريشن في الميكوزا ولا هل اكيموليشن اوف انفلاماتوري سيلز في صب ميكوزا ولا هل سبازم في الاسموس ماسل اهم واحده فيهم سبازم في الاسموس ماسل وجايز ده اللي بيفسر هي ليه بتبقى ريفرسبل يعني خد بالك في السي او بي دي كانت اهم حاجه انت عارف ايه الاكيموليشن اوف انفلاماتوري سيلز فلما بيحصل انفلاماتوري سيلز كان شويه كده قدام سنه ورا الثانيه تلاقي نفسك عندك ايه يا جماعه فايبروزس وسكارن انما هنا لان العضله سموث ماسل وبتقفش فممكن ما دام اي عضله في الدنيا بعد ما بتقفش بتفك صح ولا صح ولا غلط فلهذا هنا بتبقى المشكله الاساسيه موجوده فين يا جماعه ان المواد دي كلها بتجري على السموث ماسل تقوم تعمل ايه يا اولاد تقوم تعمل كونتراكشن للسموث ماسل واضح ولا مش اسبازم في السموث ماسل زي ما انت قلت بقى بيحصل ايه في الاول سكريشن من الميكوزا وبعد كده بيحصل ايه انفلاماتوري سيلز موجوده فين في الصب ميكوزا وبيحصل كمان ايه يا جماعه في الطبقه الثالثه السموث ماسل انا مش عارف ايه علاقتها بالمحشي دي بصراحه يعني مش علاقه مش ايه هو شبه شوف تشبيه جمالي بقى الرز بالسكريشن انت واخد بالك
الخلطه والخلطه قاعد بنسجل. المهم يعني ده كده ولا معكش يا جماعه ولا بتاع؟ فهو ده اللي انتوا فاكرين فيه. اجي اقول الكيميكال ميديتور، يبقى احنا لغايه دلوقتي قلنا ايه؟ ما هو الديفينيشن اوف برونكال ازمه؟ ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. ايه هما ثلاث كلمات بقى؟ هو اير واي اوبستراكشن يمتاز بكام كلمه؟ ثلاث كلمات. الكلمه الاولى والمضيئه عنه هايبر ريسبونسيفنس. ويا سلام عليك بقى لما تقول له مشكله فين بقى؟ جين ادم 33 في كروموزوم رقم 20 يوم بصص لك كده. وبعدين رقم 2 اللي هي ايه يا جماعه؟ 2 و5 دول مش مهم على فكره، دول 2 و25 يعني، بس دي الواحد ايه بقى كلب من كلام العلم يعني بينه وبينكم يعني. طب ورقم 2 انه ريفرسبل، ورقم 3 انه ايه يا جماعه؟ الكلمه الثالثه انه ديورنال فاريشن. طب وبعد كده قلنا ملخص الحدوته اللي في ستيمولس عمل ايه؟ برونكال نارون. ما هو هذا الاستيمولس الحقير؟ خلاص عارفين. طب وما هو ازاي عمل برونكال نارون؟ اللي هي نظريه ايه بقى؟ المحشي، اللي هي في سيكريشن وفي اكيوميليشن وفي اولاد انفلاماتوري سيلز وفي سبازم. موجود فين السبازم؟ موجود في السموث ماسل. كل الكلام ده حماده بالجنزبيل. عايزك تعلم لي هنا على ايه بقى؟ هتلاقوا ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل برونكيال ازمه. الحاجات اللي بتعمل برونكيال ازمه طبعا علم عليها عشان بتيجي في الام اس كيو. ايه هي بقى الحاجات اللي ممكن تزود ادم ثلاثه مكتوبه ورا؟ بص هات كده شوف احسن. انت اكتب لي ده كده، مفيش انا مفيش بي دي اف نسخه. خلاص ماشي. انت ايه اللي فكرك باليورو؟ لا والله عايز اذاكر. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده كده هتبقى كده اكتر لحظه هتذاكر الايتم اللي هو ايه؟ اصلا اللي في الكلام صفحه 58. طبعا الحاجات اللي الاستيمولس اللي يجيب برونك الازمه خلاص انتوا عارفينهم. في عندنا ايه هي الحاجات اللي ممكن بريسيبيتيت الاتاك بقى؟ اول حاجه طبعا الالرجنز اللي هو حبوب اللقاح وكارل فيرز والاير بوليوشن طبعا، واهم حاجه السموك طبعا اللي عنده برونك الازمه ده. وبيشرب سجاير ده انسان قليل ادب، ده ما تعالجوش يعني. واحد عنده برونك الازمه وبيشرب سجاير ده سيبه بقى. بعد كده علمني على ايه يا جماعه؟ طبعا الانفكشن، بالذات الفيرال انفكشن، وبالذات في الاطفال على فكره الانفكشن مهمه جدا، وده يفسر ليه الاتاك بتيجي في فصل الشتاء. الاياتروجينيك طبعا بتيجي في الام اس كيو، اهم حاجه اللي هو طبعا ايه؟ ان دي بي، الاسبرين والبيتا بلوكر. اياتروجينيك. في الاوكيوبيشنال، الاوكيوبيشنال اهم واحده في الاوكيوبيشنال ايه يا جماعه؟ اكتبوا النقاشين ايزوسيانيت. علمني الله يخليك على ايزوسيانيت ده، لانه بيجي كتير قوي في الام اس كيو. ايزوسيانيت بس هو ده اللي اتعلق عليه، هو ده اللي بيجي في الام اس كيو النقاشين. بعد كده في عندنا بقى حاجه المتناقضين، عشان بمناسبه البرد اللي احنا عايشين فيه ده، يقول لك الجو البرد قوي والاكسرسايز، يعني الحر الاكسرسايز والجو البرد الاثنين دول يعملوا برونك الازمه يزودوا الاتاك. وجايز يا جماعه في البرد فعلا، عارف امبارح اليوم بتاع امبارح كان برد قوي بالليل، عارف لو واحد عنده اتاك وبرونك الازمه يحس انه مش قادر ياخد نفسه فعلا. طب ليه بقى؟ لو هو تحت مثلا وهو كده يحس ان هو ايه يا جماعه؟ مش قادر ياخد نفسه. ليه بقى؟ مين يفسر هذه الظاهره؟ ليه دايما الجو البرد هو السيء على ما يبقى برد قوي؟ وليه الاكسرسايز؟ مع الاثنين عكس بعض على فكره. في حاجه البايل بتعمل كونستريكشن، تعمل سبازم. خلي بالك ان البرد ما صدقش انا ابدا ان البرد يعمل كونستريكشن في المنقار. انت عايزه تقول لي اذا هو مش عارف مش بس هو انتوا يعني البرد بيعمل برونكو كونستريكشن، يعني قصدي كده؟ عشان يعني برونكاي في البرد دي ليه؟ لا هو عنده يعني في سبازم فاكتور ان هو ممكن بص انا هقول لك على حاجه. الكلام اللي انت بتقوليه على فكره المفروض يعمل العكس. انا ممكن اديك او الاكسرسايز ده يعني سمباثيتك ستيموليشن، سواء على فكره برد او حر الاثنين بيعملوا سمباثيتك ستيموليشن. بس كان في زمان يا جماعه في الفسيولوجي واخدين ايه؟ يقول لك الجو البرد يعمل فازو كونستريكشن والجو الحر يعمل فازو دايليتيشن. الكلام ده مش مظبوط. ده سواء عندك برد سواء عندك اي سمباثيتك شغال، ده ما هو ده يعتبر تغير في درجات الحراره سواء تقل او تزيد قوي، ده يعتبر سمباثيتك. المفروض السمباثيتك بالكلام النظري ان السمباثيتك المفروض يوسع البرونكايل، صح؟ مش انتوا يا جماعه هناخد في العلاج ان اصلا اللي عندهم برونكال ازمه بياخدوا ايه؟ سمباثيتك ستيموليشن. فالمفروض السمباثيتك اصلا ده بيعالج سمباثيتك ستيموليشن. فليه بقى الاثنين دول على الرغم انهم بيعملوا سمباثيتك لكن بيعملوا برونكو كونستريكشن؟ فاهمين السؤال؟ يعني ساعات يجي يقول لك ليه الجو الساعه والاكسرسايز، حاجه اسمها اكسرسايز انديوسد ازمه. ليه يا جماعه الاكسرسايز لو نزلت تلعب ماتش كوره وعندك استعداد تلاقيك برضو ايه يا جماعه البرونكاي عندك قفشت جامد؟ ممكن ريلاتيف ده يا جماعه. السؤال ده في مره جه قبل كده في كيسه وكان نموذج الاجابه نازل كلمه واحده ديو تو ايه؟ كلمه والله. وبرضه ناس قعدوا يالفوا وانه هو البرد يقوم يقفش، يقول لك بيزود السكريشن، يقول لك بيزود مش عارف ايه، واصل الهواء السائع ممكن برضه يخلي ليه يا جماعه البرو ليه؟ ممكن يا دكتور ريلاتيف كومبنسيشن موضوع النسبي ان هو ليه يا دكتور اللي البرونكاي ضيقه وهو عايز يعمل موضوع نسبي كده سيرمال جين. ايه سيرمال جين؟
هيستامين مكتوبه كده ايوه ديو تو سيرمال تشينجز تغيرات حراريه. هذه التغيرات الحراريه بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ خدوا بالكم. طب هي اللي بتخلي المص سيلز تطلع مواد ايه زي اللي هي اللي بتطلع مواد زي الهيستامين هي اللي ممكن تعمل كده. يعني هو اما نزل حتى في نظر الجامعه ديو تو ثيرمال تشينجز تغيرات حراريه تعمل ايه؟ تغيرات حراريه تعمل انستابلايزيشن اوف مص سيلز. طب المص سيلز تبدا تطلع كيميكال ميدييتور بتاعته. شفت بقى يا جماعه؟ يبقى هو اصلا اي تغيرات حراريه تخلي دايما ايه يا جماعه؟ تخلي المص سيلز هشه فتبدا تطلع كيميكال ميدييتور. يبقى هو في كلمه واحده بس ديو تو ايه يا جماعه؟ تقول له ثيرمال تشينجز الاكسرسايز يخليك ايه يا جماعه؟ العمليه بتبقى سخنه شويه. طب والكول دي خلي العمليه بارده شويه سواء كده او كده يعمل ثيرمال تشينجز. المهم بقى عندكم هنا يا جماعه الجدول ده شايفين الصوره دي؟ الصوره دي بقى ليفل عالي. بس لو انت عايز بينك وبين نفسك كده الكلام ده اطفال اكتر منه حتى في الاطفال طبعا مش بالعمق ده لكن انتوا خدوا بالكم الصوره دي شايف حتى عامل خط صغير جدا لواحد بقى اللي هو يقعد ايه يا جماعه ده انت لو عايز ايه بسيبك منها تخش لي في البطنه كل الكلام ده حمله بالجنزبيل مش عايزك تعرف. عايزك تذاكر ايه بقى؟ من اول السيمتومز من اول الكلينيكال بيتشر هو ده اللي هيتذاكر بقى. كلينيكال بيتشر بتاعه البرونك الازمه انت بدايتك عرفت الديفينيشن فهمت الحدوته سيبك من كل الكلام ده هتلاقي في صفحه اللي هو البصري سيبك من كل ده خش على طول على الكلينيكال بيتشر. الكلينيكال بيتشر ايه بقى؟ سيمتومز. بصوا يا جماعه السيمتومز هو ترايات. ايه هو الترايات بتاع برونك الازمه؟ المفروض يا جماعه يبقى عندكم بقى ترايات وبرونك الازمه نتائج بالعيال ده بيشتكي من ايه؟ ثلاث كلمات ترايات. وعلى فكره عشان ما تنساش بقى يقول لك ثلاث كلمات بثلاث انبيهات. والله اكتبوا الكلمه دي جنب السيمتومز ثلاث كلمات بثلاث انبيهات. ثلاث كلمات اللي هي اول كلمه وتبقى وقاحه طبيه لو ما كتبتهاش اول كلمه ويزي تشيست. اول حاجه صدره بيزاي طبعا ويزي تشيست لان صدره ايه يا جماعه؟ برونكال ناروينج فتحولت البرونكاي من انبوبه الى ايه؟ صفاره. فيبقى ويزس اول حاجه ويزي تشيست. طب وتاني كلمه وبرده تبقى وقاحه طبيه لو ما قلتهاش تايتنس. لو بيحس ان صدره بيطبع عليه وضيق قوي ليه كلمه ديز ده ومش قادر ياخد نفسه ان اصعب اللحظات على هذا العيان هي لحظات الانسبيريشن والاكسبيريشن لما البرونكاي تبقى ضيقه قوي. العيان ده يا جماعه يقول لك انا في الانسبيريشن عادي الا لو كانت العمليه سيفير قوي لكن هو اصعب لحظات عليه وهو بيخرج نفسه مش هو بياخد نفسه. فدايما يقول لك بيبقى فيه شورتنس وبريس وبيبقى فيه ايه كمان يا جماعه؟ تايتنس. يبقى اول كلمه ويزي تشيست ثاني كلمه ايه يا جماعه؟ تايتنس. قولوا بقى ثالث كلمه حطوها في الاطفال ودي مهمه جدا بالذات في الاطفال على فكره ان مش لازم البرونكا الازمه تيجي بايه يا جماعه؟ بديزني. ممكن الكرنت اتاكس اوف ايه؟ الرجي تخلي المسائل تقفش تعمل اريتيشن تعمل كف. وعلى فكره في الاطفال ناس كتير قوي بالذات عندهم فايرال انفكشن بتبقى اساسا الشكوى الاساسيه بالنسبه لهم هي كلمه ايه يا جماعه؟ هي كلمه القف دي. واضح ولا مش واضح؟ في كمان ثلاث انبيهات. ايه هما بقى ثلاث انبيهات؟ اول كلمه ان هي بتزيد اكتر امتى؟ عند مطلع الفجر. عشان كده وانت نايم حتى انت وانت نايم بتنام ايه يا جماعه؟ قاعد نايم بالباراسمباثيك والمسائل عماله تقفش 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 فدايما دايما الازمه الاتاك بتاعت الازمه تظهر امتى؟ عند مطلع الفجر. لو تيجي تبص كده على الساعه 4 ونص 5 ده الوقت الذهبي عشان بعد كده حتى هنبقى نفرق ما بين الكاردك ازمه والبرونك الازمه. برونك الازمه بتيجي امتى يا جماعه؟ عند مطلع الفجر. انما الكاردك ازمه تيجي بعد ما تنام بايه؟ ساعتين. تدخل تنام مثلا الساعه 12 تلاقي نفسك الساعه 1 ونص 2 كده. انما هنا دايما تبدا امتى يا جماعه؟ دايما تتفضح عند مطلع الايه؟ لو انت قاعد نايم 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 وما صحيتش تصلي الفجر اصلا هتلاقي نفسك ايه يا جماعه؟ صحيت بالعافيه مش قادر تاخد نفسك. ده لو انت عندك برونك الازمه. فالمهم ده كده يقول لك طب اللي بعد كده بيبقى فيه طبعا فاميلي هيستوري. واضح ولا مش واضح؟ طب والان بي الثالثه ان احيانا القف تبقى ممكن ان هي تبقى بري دومينيت يعني هي اللي ممكن تبقى الغالبه وبالذات في الاطفال نتيجه فايرال انفكشن. انا ما يهمنيش ثلاث انبهات قوي بيني وبينكم انما اهم حاجه تبقى عارف ترايات. ايه هو الترايات تاني بقى؟ واحد ويزي تشيست تاني حاجه تايتنس ثالث حاجه اللي هي ايه يا جماعه؟ قف. ادخل بعد كده في الساينز طبعا الساينز ان بتوين الاتاك مفيش اي حاجه زي الفل. البرونكا الازمه يا جماعه ده مرض بيجي فين؟ باروكسيزما. فان بتوين الاتاك زي الفل. طب ديورنج الاتاك بقى هي بالظبط نفس ايه؟ سي او بي دي. السي او بي دي لان انت عندك برونكاي ضيقه. طب هو سي او بي دي برونكاي ضيقه وعملت امفيزيما هو بيدخل ومش عارف يخرج صح ولا غلط؟ فهي السي او بي دي بالظبط. عشان كده يا جماعه مين الطالب الوحش اللي بيرجع يذاكر ايه؟ الساينس. ما هي بس الفارق ايه يا جماعه؟ ان في السي او بي دي اول ذا تايم انما هنا ايه؟ بتبقى اتاكس. فوقت الاتاكس بتبقى زي السي او بي دي بالظبط. اشوفكم فاهمين ولا لا؟ تي في اف اخباره ايه؟ وليه بتفكروا؟ طب الاسكارتيشن اخباره ايه؟ ايوه ويز برولونجد اكسبيريشن لان البرونكاي ده تعمل في ذكرى ويز برولونجد اكسبيريشن. طب الاديشنال ساوندز اخباره ايه؟ في حد بيفكر؟ المهم انا ساعات بحس ان انا بفكر. هو اول كلمه قدام قلت لها يبقى انسان وقح اللي ما كتبش ويزي اول كلمه ويزز اول ذا تايم ولا مش اول ذا تايم؟ لا ده ديورنج الاتاك بس. شفتوا بقى يا جماعه؟ فالامور ما اعتقدش. طب ايه هي الكومبليكيشنز وبرونكا الازمه؟
كومبليكيشنز. اهم حاجه صدق بالله البطنه كلها, البطنه كلها اهم ما في البرونكا الازمه هي صفحه اكيوت سيفير ازمه اللي كانوا زمان بيسموها ستيتس ازماتكس. السؤال ده بيجي كل سنه, ده دي من اسئله يا جماعه. عارف احنا بنراجع في الاخر اقول لكم في حوالي في البطنه خمس ست اسئله, او لا مش خمس ست, لا حوالي مثلا 10 اسئله لازم يجوا اساس, يعني لازم العشرة دول بيجي منهم 8. يعني خد بالك من كده, منهم من اكيوت سيفير ازمه ده لازم يجي في الامتحان اكيوت سيفير ازمه. وعلى فكره يا جماعه واحنا بنراجع اقول لك سيبك من برونكا الازمه دي كلها, اهم ما في البرونكا الازمه ايه يا جماعه؟ اكيوت سيفير ازمه. عشان كده تيجي تبص عندي في الكتاب هتلاقيني كاتبها بص جرادويت, يعني اتفرج على اكيوت سيفير ازمه هتلاقي فعلا بتوسع غير عادي. طب انا ليه كاتبها بالتوسع ده؟ لان انا نفسي هقول لك سيبك من كل البرونكا الازمه, ركز على اكيوت سيفير ازمه. ليه كاتبها دايجنوستيك كرايتيريا زي ما مكتوبه في كتب بالظبط حتى التكست بوك؟ خدوا بالكم بقى, يبقى اكيوت سيفير ازمه ايه الكومبليكيشنز كمان اللي موجوده في البرونكا الازمه؟ الفوها لا على فكره بقت كومبليكيشنز يعني مثلا ممكن يحصل, بص اقول لك على حاجه, مش اي برونكال او ديستراكشن ممكن يعمل ايه؟ نيوموثوركس. طب نيوموثوركس بحرف البي تقوم تفكرك ان ممكن يحصل ايه برضو بحرف البي؟ سايكولوجيك فعلا عندهم برونكال ازمه. للاسف الاسيف ان مازال حتى عند الشعب المصري, ودي حاجه غريبه مؤسفه, يعني يقول لك البخاخه دايما بالنسبه للعيان بتبقى ايه؟ تبقى شيء مؤسف. يعني معظم العيان يقول لك يا دكتور وانا بصراحه ببقى محرج وانا بطلع البخاخه قدام, او في ناس كده معروف في دماغ ان هو ايه يا جماعه منظر البخاخه بيبقى مش ايه مريض, يعني بيبقى مريض وعنده برونكر. في بعض العيانين اللي هو غياب الوعي يعمل كده, حتى لو تفتكر حتى مره مش هنا بس, يعني حتى فاكر فيلم هيتش اللي هو بتاع ميلسمس اللي كان بيسمع ميلسمس, فاكر اللي هو فيلم هيتش؟ عارفين فيلم الفيلم ده ده ما اعرفش اسامي, انا عارف يعني سامع الفيلم ده طبعا. انت ده سفر اكيد ممكن تكون شفته. لا بس الفيلم ده فعلا كان فيه شويه اقوال مقصوره بنت رزينة. سبب الفيلم كان فيه اللي كاتبه ومين اللي كاتبه عليه؟ هتعرف المعلم؟ سامع انور كده. لان الفيلم ده لو جيت تبص تلاقي فيه اقوال مقصوره كان عميق قوي يعني. فالمهم يعني يا جماعه فيقول لك فيتش كان ورا دي طبق شيخه اللي كلام من ده. فالمهم يعني بصوا يا جماعه, فاول حاجه سايكولوجيكال او ممكن سايكولوجيكال, او يبقى خايف الاتاك تيجي مثلا هو ايه يا جماعه في اي مكان عام. عشان كده حتى يا جماعه يقول لك وانت بتكتب البخاخه العيان خليك ذكي, مش تقول له يلا خد بخاخه بنتولين, خد بخاخه ادروبانت, وخد بخاخه الله هو معاك فيها يا دكتور في ايه, وانا بقى هو اجيب البخاخه وانا رحت اللي عند برونك لازم اشوف. فهو انت خليك ذكي, وانت دايما دكتور الذكي ايه بقى قدامك عيان البرونك الازمه كده شوفها الدكتور الذكي. طيب محمود لسه في المرحله الاولى انت ما... طب اقول لك احنا مش عايزين نتكلموا كده بالظبط, احنا مش عايزين ناخد دواء يشتغل على جسمك كله, احنا عايزين حاجه ايه تبقى لوكال كده, تبقى موضوعيه على مستوى الرئه بس. طب اقول لك ايه, بخاخه, بخاخه بس كفايه على الرئه. شوفوا انت بتكلمه اللي هو ايه يا جماعه, توصلها له ان هي حاجه ايه يا جماعه, حاجه هيفه, يعني ان انا بعمل كده عشان انت اصلا ما عندكش حاجه فعايز حاجه موضوعيه على الرئه, يعني ولا محتاجين حقن ولا حبوب تشتغل على الجسم كله, بقول لك يبقى خاخه بس كده في الرئه خلاص. تحاول توصل انتوا بقى فاهمين المقصود يا جماعه اللي هو لان هو ممكن انما لو من الاول انت هتاخد بخاخه انا اسود وانا حاطط الدرجه ده بخاخه, فجيبها له انت بقى اللي هو ده اسلوب اللي هي يا جماعه ري اشورنس المضاد, انتوا واخدين بالكم يا جماعه بس. فالمهم ده كده. في ايه كمان ممكن يحصل؟ اللي عنده برونك الازمه يا جماعه, لو طرف حد عنده برونك الازمه هياخد باله جدا من الكومبلكشنايه اللي انا هقولها دلوقتي. ايه يا بقى الكومبلكشنايه اللي هي لا كومبلكشنايه مهمه جدا؟ اريزميا. اللي عنده برونك الازمه دايما يقول لك يا دكتور يجي بعد فتره يقول لك دكتور انا عندي ايه؟ دايما لسببين. ايه العلاقه هنا؟ في سببين. اول حاجه ان علاج اصلا برونك الازمه يجيب اريزميا, لان كله مبني على السمبات معظمه, يعني يا اما سمباس ومايميتك يا اما ايه يا جماعه, فكله ممكن يعمل ايه؟ يجيب اريزميا. فعشان كده العيان اللي بياخد حتى فنتولين دايما يقول لك انا عندي ايه يا جماعه؟ ساعات بيحصل عندي اريزميا, خصوصا ان الراجل ده في الاتاكس معرض لهايبوكسيا معايا, فالهايبوكسيا من الاسباب اللي بتعمل اريزميا وممكن تعمل كاردك اريست لو كانت في اكيوت سيفير ازمه. فهي ده كده, فعشان كده بيبقى معرض ايه؟ دايما عنده لخبطه في دقات الاريزميا. فالكلمه المهمه هنا اريزميا. خد بالك بقى في الاكيوت سيفير ازمه هتبقى كلمه الاريزميا دي مهمه جدا, لانها ممكن تصل اب تو ايه يا جماعه؟ اب تو كاردك اريست. واضح ولا مش واضح؟ ايه؟ ممكن بقى من الكحه الجامده سبب ثاني بتاعي الادويه العلاج الهايبوكسيا ميديكيشن وهايبوكسيا معايا دراجز اند هايبوكسيا. هو مكتوب ميديكيشن مكتوب هايبوكسيا بس كده. فده كده اللي هو ايه بس. فالمهم ده كده اللي هي كومبليكيشن. بس اهم حاجه الكومبليكيشن طبعا هي الاكيوت سيفير يا جماعه, اكيوت سيفير ازمه. مين يقول الـ الـ المراحل بتاعه البرونكا الازمه؟ كان في عندنا المراحل ايه؟ مراحل البرونكا الازمه كانوا اربع مراحل. ايه هم الاربع مراحل؟
المرحلة الأولى خدوا بالكم مكتوبين عندكم اعرفوا أنت إزاي المرحلة الأولى ثانية ثالثة رابعة في الانفستيجيشن بعض الانفستيجيشن اللي علاقة بالنهار وحاجات التكس بالليل فاكر الجدول ده الانفستيجيشنز بتاعت البرونكا الازمان هنقولها بقى على الانفستيجيشنز ايه الانفستيجيشنز بتاعت البرونكا الازمان واحد اول كلمه لازم تبدا بيها اللي هي ايه بالمونري فانكشن ولكن والبالمونري فانكشن طبعا بالمونري فانكشن تيست يبقى انسان واقح لذاكرها خلاص بقى يا جماعه بالمونري فانكشن تيست هتقول مباراه الاطفال في عينيك اوعى تكون مهزوز في البق ده على فكرة يا جماعة والله الناس اللي بتذاكر صح ومش مهزوزة بتجيب درجات أعلى لأن ده وراء الأطفال انت عارفين بيصحى طول الليل ده أقسم بالله الخوف كل الخوف هو أصلا بيصحى طول الليل فما فيش وقت غير إنه يذاكر الحاجات دي يوم يدخل الخوف كل الخوف تلاقيه كاتبها واحنا اللي بنذاكر من اول سنه نتلخبط فيها او ننساها هو كل مره يوم كاتب ايه يا جماعه وراء الأطفال في عينيه يكتب ايه بقى اف اي في من برادر تلاقيه في الاخر جاب ايه يا جماعه اف اي في 1 بت ايه بتقل بس كويشن نيم هاو تو ديفرنشيت بين سي و دي لا ده المره دي برونك الازمه يبقى هاو تو ديفرنشيت بين ايه برونك الازمه سي و دي انما كنا في سي و دي كنا بنقول هاو تو ديفرنشيت بين ايه سي و دي برونك الازمه شغل دماغنا شويه هاو تو ديفرنشيت بقى برونكو دايليتور تيست يعني ايه برونكو دايليتور تيست خد يا ابني فينتولين على فكره لما انت تاخد فينتولين انتوا الاثنين هتتحسنوا البرونك الازمه وسي و دي ولكن الامبروفمنت اكتر من 15% يبقى هو برونك الازمه معايا ولا مش معايا لان المشكله هنا ايه الاسموث او ريفرسبل انما هناك بتبع العمليه سكارنج اند فايبروزس بيحصل تحسن لكن تحسن ايه يا جماعه مش قوي جدا طيب ذا نيكست كويشن هاو تو ديفرنشيت هو اصلا برونك الازمه وسي او بي دي الاثنين مع بعض يعتبروا ايه يعتبروا اوبستراكتيف لانج ديزيز طب نفرق ازاي بين الاوبستراكتيف والريستريكتيف بعد انها ريشو نفس الكلام اللي قلناه قبل كده الريشو هنا اقل من 70 في ايه في المية لكن انا قلت انما في الريستريكتيف اكتر من 70% شفت يا جماعه الحياه سهله قوي على فكره ولكن ما انا هقول دلوقتي اهو المراحل احنا انت ايه اللي خلاك تروح احنا بنقول اهو احنا لسه في البلمونري فانكشن تيست معايا ان انا قلت كلمه بقى في البرونك الازمه بنزود ايه تيست وفي سي او بي دي بنزود ايه تيست ايوه اللي هو اي سي تقوم كاتب له اي سي انسبيراتوري كاباسيتي طب في البرونك الازمه بنزود ايه بقى حاجه اسمها بيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي بيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي ده اختصار علامي على فكره بي ايوه بي اي مكتوب يعني مكتوب حد شيء مكتوب يعني ايه بيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي جهاز كده صغير موجود في القهاوي حتى دلوقتي معظم قهاوي مصر معظم القهاوي اه القهاوي المحترمه المفروض يبقى عندها جهاز يعني انت المفروض ما تقعدش على القهوه غير ما تسحب عندكم بيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي شو موجود ما فيهاش عادي فالبيك اكسبيراتوري فلو ريت ده جهاز صغير تطلع الاكسبيريشن جامد قوي تاخد نفس كبير قوي او تخرج اكسبيريشن باقصى سرعه ممكنه وتقيس الفلو ريت بتاعه انت واخد بالك ان هو تقريبا يطلع في الثانيه 10 حوالي مثلا 10 لتر يعني هو في بتضرب في دقيقه تضرب في 60 يبقى 600 مش مهم انا اللي يهمني هو الفاريابيليتي يعني ايه الفاريابيليتي يعني انت المفروض اصلا ان انت الحد الاقصى للحد الادنى بالجهاز ده المفروض يبقى اقل من 20% يعني سواء بقى انت طبعا برونكاي عندنا مش بنفس الايه يا جماعه مش بنفس الوسع طول اليوم ساعات تيجي مثلا برس البساتك بتاعك يبقى حامي شويه تقوم تضيق شويه توسع شويه فالمفروض الفاريابيليتي تبقى اقل من كام بقى اقوى قرايه اقل قرايه المفروض تبقى اقل من 20% معايا انما هنا لان البرونكاي بتلعب قوي وبتقفش قوي فمن الممكن ان يحصل ايه يا جماعه تلاقي البيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي اكتر من 20% وعلى فكره دي الكلمه المضيئه في الموضوع اكتر من 20% ممكن تصل يعني يا جماعه اعلى قرايه لاقل قرايه في البيك اكسبيراتوري فلو ريت تلاقيها كام يعني مثلا هتيجي مثلا الصبح مثلا تيجي تبص تلاقي البيك اكسبيراتوري فلو ريت عندك كام مثلا نقول مثلا في الدقيقه 500 حلو الكلام تيجي بعد كده تلاقيها مثلا 650 هنا الفارق نفسه لو اعلى من 20% عدت 20% بس خد بالك انت بتعمل كده لازم مش اعتمد على يوم واحد ده انا ممكن يومين او ثلاثه في الاسبوع لمده كمان اسبوعين يعني هنا طبعا عشان هنا البرونكاي بتقفش جامد وتفك جامد يعني البرونكاي انما في الانسان الطبيعي اه في فاريابيليتي لكن لا يمكن ان هي تعدي اكتر من كام من 20% فعشان كده في البرونكا الازمه الكلمه المضيئه بيك اكسبيراتوري فلو ريت اكتر من كام يا جماعه 20% طبعا في بعض الناس بتبقى فلو ريت الفلو ريت نفسه اللي هو معدل السرعه بنفس السرعه بتاعه الهواء اللي خارج في الاكسبيريشن فاقول لك بيك اكسبيراتوري فلو بيك اكسبيراتوري لان ده الماكسيمم بتاع الاكسبيريشن بتاعك فاقول لك بيك اكسبيراتوري فلو ريت فاريابيليتي اللي هو الفرق بين اعلى نقطه لاقل نقطه لازم يبقى كام في البرونكا الازمه اكتر من 20% في المرحله الثالثه والمرحله الرابعه من المراحل اللي احنا هنقولها كمان شويه
قد يصل البيك اكسبيراتوري فلور فلور ريت فاريابيليتي لاكثر من 30%. شفت بقى؟ اثر انت قوي اكثر من 30% معايا. فالمهم ده كده ان هو ايه يا جماعه، يبقى اذا الكلمه المضيئه هنا بيك اكسبيراتوري فلور ريت فاريابيليتي بس كده. اما انت الايه يعني على نقطه، يعني اللي هو بتقيس على مدار اليوم، على مدار اليوم البيك اكسبيراتوري فلور ريت المفروض لو سكه سالكه يبقى برقم معين، لكن هنا لما يحصل الاتاكت الرقم ده ايه قل قوي. لو الله هو في الانسان الطبيعي ممكن البرونكاي عندك تقل شويه واحنا نايمين، ما احنا هو انتوا مش بتناموا كلكم يا جماعه البرص المسات ولا في حد بينام ما كلنا بننام البرص المسات. البرص المسات وانت نايم هتلاقي البرونكاي يا جماعه، هتلاقي البرونكاي بتاعتك ضيق قوي. طب لما بتضيق قوي ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الاكسبيراتوري فلوريد بتقل. بس هل برضو بيبقى الفاريابيليتي اكتر من 20%؟ لا انما في البرونكا الازمه لما دي قوي تلاقي الفاريابيليتي تصل الى اكتر من 20%، ومن الممكن اكتر من 30% كمان في المرحله الثالثه والرابعه. المهم ده كده البالمونري فانكشن تيست. بس خلاص بص بقى يا جماعه، تفهم تكون مذاكر او بتسهر، مذاكر او او تسهر قاعد على قهوه كده كده انتوا عارفين الكود اللي هنكتبه اللي هو ايه تاني يا جماعه، هفضل اعيده مليون مره والله لان انا فعلا عارف خلاص عارفينه اللي هو ايوه بالظبط هو كذا كذا. لكن هنزود بيك اكسبيراتور فلور ريت فاريابيليتي هناك في السي او بي دي كنا بنزود اي سي اي سي وطبعا نتزوده يبقى في مربع. خلاص عرفنا الفوله بقى، اتعلمتوا اللغه ولا لسه يا جماعه؟ لغات ام حد طالب مربع والراجل بيصحح ايه ده بالظبط كده. وبروز بروز اجابتك بالظبط كده. لو اجين اجين بيك اكسبيراتور فاريابيليتي مش مهم قوي للدرجه دي يعني ممكن مش. فالمهم ايه يا جماعه، ادخل بعد كده بعد طبعا رقم واحد رقم اتنين شيست اكس ري. طبعا اكس ري مش هشخص برونك الازمه، يعني ممكن تلاقي فيه شويه هوا في الاتاك هوا كتير شويه انما عمره ما هشخص ايه يا جماعه طبعا نوت دايجنوستيك. لكن هو ممكن يستبعد ايه ايه لا ما هو لازم نكتبه لان هو بيستبعد وفي حاجه تانية لازم انا بمشي بالحاجات دي لازم امشي ايه يا جماعه. فلازم اكتب برده بس خدي بالك من حاجه، ينفع تكتبي اول واحده اكس ري؟ لا طبعا تحت صفر، يعني ما ينفعش ندخل بس انا نكتب السكين بالظبط بقى راديولوجي اكس راي وسي تي والراجل قاعد كده طب صفر اهو يلا شايفين بالظبط. وانت كاتبه بالمونري فانكشن تيست بس رقم 2 فلازم رقم 1 بالمونري فانكشن تيست. عارفه في السي او بي دي لا مش لازم اكتب بالمونري فانكشن تيست رقم 1، انما هنا هو اهم حاجه في الانفستيجيشنز بالمونري فانكشن تيست رقم 3. يلا رقم 3 اللي هي ايه السكين بقى يا جماعه؟ والله اللي بيصحر والله هو اللي بيعمل حاجه السكين. رقم 1 اكس ايه طبعا بالمونري فانكشن تيست، ورقم 2 ايه يا جماعه اكس ري اكس ري، ورقم 3 ايه سبيوتا. وطبعا في السبيوتا هنا هنلاقي سينو سينو فين يعني دي محتاجه بتاعه الانرجي. بس خد بالك الراجل اللي بيحط لك ولع على الشيشه هو عارف المعلومه دي لكن ما يعرفش معلومه كمان بقى. ايه بقى المعلومه كمان اللي خدتها في الاطفال السنه اللي فاتت؟ سمعتوا عن سبايرالز اسمها؟ ساعات تمسك السبيوتم السبيوتم بتاع عيان برونك الازمه تمسكه كده تيجي الميكروسكوب الاكزامينشن كده تقوم تلاقي ايه بقى؟ خيوط 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 الخيوط دي اللي هي ايه يا جماعه؟ تلاقي في خيوط كده تشدها حتى فتل عارف الفتل خيوط كده تشده تلاقي خط بني مصفر انت واخد بالك او اصفر مجني بني هو لون ايه بني كده. الخط ده بيسموه خيوط من ايه بقى؟ بيسموها يا جماعه اقول لك حاجه اسمها كرش مان سبايرالز سبايرالز الراجل الكرش دلوقتي يا جماعه كرش مان سبايرالز كرش مان سبايرالز اللي هي ايه بقى؟ اللي هو عباره عن ايه بقى دي؟ بيسموها حتى اسم حلو قوي يا جماعه الكاستس بتاعه الاير واي ديستال اير واي. يعني ايه الكاست؟ انتوا عارفين في امراض النفرولوجي في حاجه اسمها كاست بتبان في اليورين ار بي سيز واي هي لا هي الكاست اللي بتبان في اليورين عباره عن ايه؟ خلطبيطه من ايه؟ خلطبيطه من شويه بروتينات وخلايا. لا وايت بلاد سيلز وبيسيليم على حسب نوع القصد، يعني فيها اللي بيبقى فيها خلايا وايت بلاد سيلز خلايا بيسيليال سيلز، انما هي عباره عن ايه؟ بروتينات بتنزل في التيوبيولز ومعاها ترش عليها شويه خلايا. ار بي سيز كتير يبقى ار بي سي قصد. بيسيليم ميت جرانيولار قصد وهكذا يعني. وايت بلاد سيلز تبقى وهكذا. انما انت هنا بتبقى فيه قصد برضه خلطبيطه موجوده فين يا جماعه؟ اللي هي اللي بتنزل عباره عن شويه ايزينوفيلز على شويه بص على شويه وايت براد سيلز على كل ده برده خلطبيطه مع بعض هم يعملوا لك ايه؟ حاجه اسمها كيرش مان سبايرز. بس هي دي اللي علمنا عليها من الثلاثه اللي عندك لان في حاجات ثانيه يا جماعه اللي هو كيري لابادس سيبك منها دي اللي هي اكتبها كرولا خلاص لو انت عايز تفتكرها ما كيرش اكتب كرولا لا بعد كيرش مان سبايرز اكتب بقى رقم ثلاثه علمنا على رقم ثلاثه كرولا دي عباره عن الكولامنر ابسيليوم اللي ابسيليوم نفسه الكولامنر ابسيليوم ممكن ينزل في السبيول افكتب كورولا 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 بس عشان تفتكرها يعني بكتب اللي هو الراجل الكرش وراكب عربيه كورولا حلو الكلام؟
بدل ما تقول إيزنوفيلز وبس يعني. طيب نعمل اي سي جي ليه؟ هل الاي سي جي بشخص؟ لا برضو نفس السؤال اللي انت بتساليه، هل هو بشخص؟ لا بس برضو اكسكلود الاذر كوز ليه. وعلى فكره اللي بيسهر ما هو كده كده اللي بيسهر، لان في الاسكيم كان رقم 6 ايه اي سي جي عشان اكسكلود كذا كذا كذا. هنا بعد ما خلق طبعا الحاجات الانفيسيف برضو عايز يكتبها نفس الهيكل العادي يعني. احنا هنا على فكره يا جماعه ده احنا ما زودناش اي حاجه هنا. في حاجه اسمها سكين بريك تيست عارفينه، اللي هو لو انت وده حتى لو انت عندك حساسيه من اي حاجه ومش عارفها بتروح للدكتور عشان تقعد تجرب بقى يحقن بقى مادة ايه يا جماعة وشوف رد فعل الجسم عامل ازاي. يعني انت مثلا عندك حساسية من موز شاكتين اللي فيه، خلاص هنحل لك شوية موز ونشوف استجابتك للموز عاملة ازاي، للمشمش شوية مشمش، المانجا شوية مانجا، جوا ايه؟ لو مشمش شوية قمر الدين شايد عمر الدين ماشي. انا عمركم بيصعب طول الوخام بقى انه ايه شوفوا بالمستوى الهزيل ده واخاف ان هو كده في حاجه بيصعب عمر الدين. انتم لو موز مثلا يبقى ايه يا جماعه شويه موز بتشوف وهكذا يعني. فاللي هو على فكره يا جماعه الحته دي مهمه جدا، لان في ناس كتير عندهم حساسيه. فينا على فكره بص يا جماعه اي انسان عايش على الكره الارضيه لازم عنده حساسيه من احدى مكونات اللي موجوده على الكره الارضيه. يعني في دايما اللي هو في يا جماعه بجد، بس هو انت ما تعرفهاش. فهو انت ممكن عشان تعرفها ممكن ما تعرفها. على فكره بتعمل بره كمان، انت بره تروح تعرف الماده، ممكن تسافر مثلا بره اللي هو مساء الخير يا سويسرا تقول لك مساء النور انا عايز سويسرا اعرف الماده اللي عامله لها حساسيه ايه، يقعد يجرب معاك تعالى بقى وقمر دين بقى لا مش عارف برتقال كل حاجه هنجربها. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه ما شربش عندك برتقال. الانفستيجيشنز بتاعت البرونك الازمه، في بقى المراحل بتاعت البرونك الازمه اللي هم كانوا ايه؟ اربع مراحل. المرحله الاولى كان اسمها ايه؟ المرحله الاولى خد بالك ان انت لو مش مركز في المذاكره هتدخل ايه؟ اربع مراحل واحد هم المرحله الاولى 1 2 3 4. بس في الام اس كيو ساعات يجي يوم ما يقولكش في المرحله الثالثه بيعمل ازاي، يجي يوم جايب لك اسمها وانت عارف لازم تكون عارف الاسامي. ولو انت مش مركز في الاسامي ممكن تكتب ايه المرحله الاولى ماي تبقى الثانيه ايه مودر تبقى الثالثه ايه سيفير والرابعه ايه مور سيفير والرابعه مور سيفير بقى مور سيفير وفيري سيفير حاجه اسمها فيري سيفير. انت لازم تفتكر ان الاولى كان اسمها ايه بقى يا جماعه؟ مايلد انترميتنت. عشان كده في الكتب المحترمه ما بيكتبوش مايلد انترميتنت، بيكتب انترميتنت بس. عشان كده يجي يقول لك انترميتنت برونك الازمه في الاطفال خدناها. فانت يعني انترميتنت برونك الازمه على فكره ساعات لما بيجي مثلا علاج الانترميتنت برونك الازمه ايه؟ تلاقي انترميتنت ايه يا دكتور انترميتنت؟ ده نوع من انواع البرونك الازمه متكرر يجي فين ده؟ هو انت على فكره يا جماعه في طلبه ما بيركزوش في المذاكره كده، هو ما يعرفش. عارف انت ممكن طالب السؤال ده لما بيجي في الام اس كيو ايه يا دكتور الانترميتنت برونك الازمه ده؟ فانا مرات عليه اقول له تعرف تقول المراحل بتاعت البرونك الازمه؟ يقول لك رقم واحد انترميتنت، رقم اثنين مايلد، لكن برضه ما تجاوبتنيش على السؤال ايه الانترميتنت دي. هو ما يعرفش يبدا من بدايه الايه؟ الكوبليه. لو بتقول حاجه من النص ما بيعرفش. فهو ده خد بالك بقى ان احنا عندنا في المرحله الاولى انترميتنت، تبقى المرحله الثانيه ايه؟ مايلد بيرسيستنت، تبقى الثالثه ايه؟ مودريت بيرسيستنت، تبقى الرابعه ايه؟ سيفير بيرسيستنت. المرحله الاولى اللي هي كان بيجي لك الاتاك كام مره في الشهر؟ اتاك صحيت من النوم. خدتوا الكلام ده في الاطفال ولا لا؟ خدت نظريه صباح المحشي ولا اللي هو فين يا جماعه؟ اللي هو المرحله الاولى ايه؟ مرتين اقل من مرتين او مرتين كبيرك، يعني لو بتصحى من النوم مره في الشهر عندك الاتاك بتبقى الاف اي في 1 والبيك اكسبيراتوري فلوريت على فكره استيل اكتر من 80% يعني طبيعي تقريبا نورمال اصلا. في الثانية لا بتجيلك بقى كام؟ أكتر من مرتين بس مش كل يوم. لا في الثانية. طب وتبقى الثالثة؟ كل يوم صحيح مرة في الأسبوع. يعني كم مرة في الشهر؟ أربعة. فكروا في إيه يا جماعة؟ صحيح أكتر من مرة في الأسبوع. يعني عايز تبقى في الشهر أكتر من أربع مرات في الشهر؟ طب لو جت خمسة في الشهر؟ طب لو على طول بقى باستمرار يقول لك بص يا دكتور أنا بنام بيجي لك تاني. هو ده السيفير بيرسيستنت. يبقى ده بقى اللي هو إيه يا جماعة؟ سيفير بيرسيستنت. العلاج بقى المراحل مهمه ليه، لان علاج المرحله الاولى غير الثانيه غير الثالثه غير الرابعه. وعلى فكره هو ده اللي عامل لكم عقده من الاطفال، انتوا كنتوا خدتوا في العلاج ايه بقى؟ المراحل. اشوفكم فاكرين بقى المراحل بتاعه البرونكا الازمه كان ايه الادويه اللي بتعالج البرونكا الازمه؟ بصوا يا جماعه احنا عندنا بص انا جايكم في الادويه ايه يا عم
بص يا جماعه جين كلاسيفيكيشن قاعد عندي في البيت ما رضيتش اذاكرها. لو جت في الامتحان وحلتوها ولا ما حطوهاش؟ ما حلتوهاش والله. بصوا يا جماعه في عندنا المرحله الاولى الثانيه الثالثه والرابعه في ديورنج الاتاك وان بيتوين الاتاك. ترى سهله جدا. الاولى كلكم عارفين ديورنج الاتاك ايه؟ بيتا. نقول ديورنج الاتاك الاول ولا ان بيتوين الاتاك الاول؟ ديورنج الاتاك. الاولى هندي ايه طبعا؟ شورت اكتنج بيتا. اللي هو ايه؟ شورت اكتنج بيتا ستيمولس. اللي هو البيتولين. لا يوسع. يوسع شورت اكتنج طبعا عند اللزوم هتاخد البخاخه وخلاص الموضوع خلص. بصوا يا جماعه الثانيه اكتب كده اشرح كلام الفرق ده واكتب الثانيه زي الاولى. طب ما مكتوب كده. سهله؟ اه بس بايدك اصل انا مش عارف اظبطها. الثانية زي الأولى. الثالثة زي الثانية. معايا؟ والرابعة زي الثالثة. لا والله. سهلة يا جماعة. الثالثة زي الثانية إنما بنزود إيه كمان؟ أتروفنت. أتروفنت اللي هو إيه كمان؟ أنتي كولينرجيك. البراتروبيوم بروميد. يبقى تاني الأولى والثانية زي بعض والثالثة والرابعة زي بعض. الثالثة والرابعة أنا كل ده بتكلم ديورنج ديورنج الأتاك أنا مش عارف إن بدون الأتاك خالص. الثالثة زي الثانية يعني إيه زي الثانية يا جماعة؟ زي الثانية هي فينتولين لكن بنزود إيه كمان؟ إبرة تروبيوم بروميد. الإبرة تروبيوم بروميد ده أنتي كولينرجي. يبقى تاني بقى يبقى شورت أكتنج برضه. إحنا كل ده يا جماعة ديورنج الأتاك مع شورت أكتنج. أنا ديورنج الأتاك مش عايز حاجة إلا شورت أكتنج بس. يبقى الاولى زي الثانيه حلو الكلام والثالثه زي الرابعه. يبقى واحد في المرحله الاولى هياخد ايه؟ هقول له عند اللزوم هتاخد فينتولين. معايا ولا مش معايا؟ طيب مثلا لو كان في الثالثه هياخد اتروفنت وياخد معاها كمان ايه اللي هو الفينتولين. حلو الكلام. طب ان بتوين الاتاك بقى يعني طب يا دكتور انا مش عايز الاتاك تجيني انا بتجيلي انا ما بعرفش انام انا بنام معروف بصحى على الاتاك. طب خلاص لا انت هتمشي لو انت في المرحله الاولى تاخد ايه ان بتوين الاتاك؟ خدش حاجه مش هاخد حاجه مش هديك دواء عشان انت بتجيلك مره في الشهر يعني الدواء طبعا ليه سايد افكت. طب لو في المرحله الثانيه زي الثالثه زي الرابعه يبقى اكتبوا كده الثانيه والثالثه والرابعه هم بالظبط. اللي هم بندي كام دواء بقى؟ بندي حوالي خمس ادويه. ايه هم الخمس ادويه؟ حد يقول بقى اول دواء فيهم ايه؟ كورتيزون. كورتيزون طبعا موست امبورت. بص يا جماعه في الفارما اقلبوا كده هتلاقي في صفحه ده كلام فارما اللي هو اول مجموعه اللي هي بتستخدم ديورنج الاتاك اسمها ريليفر. ريليفر اللي هي ايه يا جماعه؟ لا ده دي عليكم اللي هقول لكم ليه؟ عشان لو انت قعدت ضعيف في الفارما عايز تقرا الدواء يعني عايز تقرا مثلا بيتا سيمولانت ما هو هتحفظ الجدول ده خلاص. بس هقول لك اللي بيجي في الام اس كيو اللي بيستخدم ان بيتون الاتاك اسمه ايه بقى يا جماعه؟ اسمه بريفنتر او كنترولر. كنترولر معايا؟ كنترول عشان كده يجي في الام اس كيو يقول لك ايه بقى؟ مين الموست امبورتنت كنترولر ان كيسو برونكا الازمه؟ هل هو فينتولين؟ الفينتولين يعتبر كنترولر؟ لا ده الفينتولين ده ايه؟ بيستخدم بقى ريليفر اللي هو بيستخدم ديورنج الاتاك. كنترولر او بريفنتر بس بيجي في الام اس كيو كنترولر على فكره دي بتتلخبط لان كنترولر انت ممكن تعتقد ان هي بتستخدم ديورنج الاتاك. ان بتوين الاتاك كنترولر او بريفنتر؟ ذا موست اللي هي ايه؟ سي بي سي كنترولر كورتيزون كنترول. ايوه ماشي يقوم يجي لك بريفنتر بقى. بريفنتر طب هتبقى ايه؟ فهو كنترولر ذا موست امبورتنت اللي هو ايه يا جماعه؟ طب مين الموست امبورتنت ريليفر؟ ريليفر ايه هو؟ فينتولين اسم علمي التجاري اصلا ما كله مكتوب. يبقى الموست امبورتنت كنترولر ايه هو بقى؟ كورتيزون. بصوا بقى يا جماعه اللي هو كورتيزون اول واحد في كل حاجه. طب والدواء التاني بعد الكورتيزون لونج اكتنج انتوا شكلها حاجه لونج اكتنج برونكو دايليت اللي هو اسمه ايه؟ سالميترولين. ده لونج اكتنج بقى في كمان دواء اسمه ايه يا جماعه؟ كروموجلايكيت. ده كان بيعمل استابيلايزر للمص سيلز وبيمنع ان المص سيلز تطلع الكيميكال دي اللي هي بخاخه اسمها انتيل. حد سمع عنها قبل كده؟ في دواء كمان بقى الليكوترينز انتي ليكوترينز سنجولير بقى والحاجات دي معايا. في كمان ممكن امينوفيلين بتاع تسع مسائل امينوفيلين الوصايوفيلين. بص بقى بس ما تقولش هتشوف في الامتحان يا جماعه. الثانيه هي الثالثه هي الرابعه
لودوز هي اصغر دوز بتاعت ايه بقى الكورتيزون بس الكورتيزون بس في المرحله الثانيه بدي كورتيزون لودوز لودوز اللي هي كام يعني 500 ميلي جرام تبقى في الثانيه مودر دوز على قصدي اللي هي في الثالثه يعني تبقى مودر دوز يبقى في الرابعه هاي هاي دوز سيفير دوز هاي دوز ايه هي بقى يبقى في الثانيه 500 1500 هي هي على فكره يا جماعه برضو وفي واحد برضو هتلاقيه بيرجع اذا ما هو انتوا تلاقيه العمليه صعبه ليه بقى مرحله ثانيه كذا كذا والثالثه ما هي هي يا ابني الثانيه بس ما تقولش اكتب او تلاقي واحد بيذاكر والشك برضو هيجنني وايوه برضو عادي يا جماعه هو هو نفس الكلام الثانيه زي الثالثه زي الرابعه يبقى ثاني بقى المرحله الاولى بتتعالج ازاي الديورنج الاتاك كله مع بعض الاولى بتتعالج ازاي يا جماعه فيتولين الثانيه زي الاولى الثالثه نزود عليهم الانتكولينرجي عايز تجننوا في شفا كله زي الثاني بس بنزود ايه يا جماعه الانتكولينرجي الانتكولينرجي طب الرابعه زي الثالثه طب ان بتوين الاتاك الاولى مش محتاج لا زي الثانيه زي الثالثه الاولى مش محتاج الثانيه زي الثالثه زي الرابعه هو هو نفس الكلام بس الكورتيزون بس هنا بيبقى الدوز هنا مودريت هنا سيفير هاي قصدي هاي معايا ايه الادوار اللي نديهم الخماس الملح والخماس ذا موست امبورتنت كنترولر از كورتيزون ذا موست امبورتنت بريفنتر از كورتيزون كورتيزون بريفنتر هو كورتيزون ذا موست امبورتنت ريليفر از فينتولين بس كده اللي بيجي طبعا في الام اس كيو موست امبورتنت كنترول باقي الاكوتس بالازمه بس انا افضل بقى بكره اخلي الاكوتس بالازمه لانها مهمه لازم هي دي بص كل ده ما بيجيش في البطن الاستاسيس عارف حصه النهارده كلها ما بتاعش في البطن عامل زي الاكوتس كتير بس دي اهم دي اهم يعني خد بالك البرونكا لازم في الاطفال اكتر هي اصلا ده هو ده الموضوع الوحيد هو النيمونيا المهم في الاطفال انما انت عندك في البطنه اكيوت سيفير ازمه ده ممكن تكون انتم ما اهتمتوش بيه قوي في الاطفال لكن بقى في البطنه هو ده كان موجود بس ده زي بس اه بس اسمه غير بقى اكيوت سيفير ماشي انا قصدي ان كانت في الايمرجنسي كانت مهمه البرونكا ازمه بتجيش من حاجه او بتيجي بس مش مهم قوي المهم قوي هو الاكيوت سيفير ازمه الاكيوت سيفير ازمه يعني ايه اكيوت سيفير ازمه هي ازمه هتفيل تو ريسولف يعني هي ما بتتصلحش باي ميديكيشن كانوا زمان زمان كان بيقول لك الاكيوت سيفير ازمه هي ازمه ما بتتصلحش بالدواء لمده 24 ساعه فطبعا الديفينيشن ده خلاص اتلغى ليه اتلغى لان مش هسيب العيان يقعد يقوح مع نفسه لمده 24 ساعه عشان اعمله اللي هو عنده اكيوت سيفير ازمه بس ده كان الديفينيشن زمان وانا كاتب الكلام ده حاليا هي ازمه ما بتتصلحش بالعيان الميديكيشن العادي بتاع عيان اللي هو اللي احنا قلنا الحصه اللي فاتت ما تصلحش هو هيقعد على طول يبقى اكيوت سيفير ازمه 24 ساعه في ازمه المهموم لا مش في ازمه يعني خد الدواء ما اتحسنش ويقعد بقى اليوم كله حاسس بضيق في النفس انت واخد بالك هي دي كان المقصود بيها فكان في ناس طبعا ممكن تخش كاردك ابس او ناس فعلا هتموت من سبب الموضوع ده فدلوقتي هي ازمه ما بتتصلحش بالعلاج البرونكاي ما بتفكش بالعلاج يبقى ده اللي اسمه اكيوت سيفير ازمه انتوا واخدين بالكم طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان في المرحله دي بقى هيبقى في سيمتومز وهيبقى في ساينز السيمتومز بتاعت الاكيوت سيفير ازمه عشان ما تنساش ابدا هي اي بي سي دي الايه اللي هي ايه طبعا انكزايتي خلاص تخيل واحد مش قادر ياخد نفسه فطبعا البيندنج ليس يعني خلاص بيحس ان العمليه قربت قوي اللي بي طبعا هتبقى بريسلسنس اللي هي ديزنيا يعني بس عشان تمشي سيمتومز وعشان كمان تمشي بالاي بي سي دي السي اللي هي ايه يا جماعه طبعا سويتنج هيبقى يعرق لان السمباثيك عنده طبعا بيبقى بينفعل بشده وبيبقى طبعا التوتر اللي بيبقى عنده فهيبقى عرقان شويه دي من الحاجات المهمه جدا اللي هو ديفيكالتي ايه يا جماعه ما بيقدرش يتكلم الجمله في نفس واحد يعني حتى تقول له انت اسمك ايه هو مش قادر ياخد نفسه اصلا فما يقدرش يكمل حتى الكلمه في نفس واحد او الجمله في نفس واحد تلاقيه مش قادر ايه يا جماعه يكلمك او بياخد نفسه وعلى فكره الكلمه دي مهمه جدا حته النفس والكلام يعني واحنا قلنا الكلام ده على فكره في كارديولوجي في عيان الهارت فيلير بالذات قلت لك عيان الضغط لما انت تشك ان هو داخل في هارت فيلير قلت لك لما يبدا ينهب ولما يبدا وهو بيكلمك حتى وانت بتتكلم مع الدكتور الشاطر وانت بتتكلم مع عيان انت ممكن تعرف هو عنده هارت فيلير ولا لا تلاقيه هو بيكلمك مش قادر ياخد نفسه كل شويه انتوا واخدين بالكم اول ما العلامه دي تبان على عيان الضغط على طول يبقى لازم يشوف ايه يا جماعه مجهوم تطمن على قلبك هنا برده في البرونكا الازمه هو مش هيقدر طبعا بتبقى بصوره اكثر ايه يا جماعه عنفا من الهارت فيلير طبعا هنا مفيش اكسجين خالص وبالتالي مش قادر ايه يتكلم الجمله في نفس واحد المهم ده كده اللي هو السيمتومز اللي هي اي بي سي دي ندخل بعد كده بقى طب ايه هي الساينز وعلى فكره الحته دي مهمه جدا خدوا بالكم ان انا كاتبها ممكن باسلوب بوست جراديوت شويه فعشان كده هنحاول نبسطها الى حد ما وخدوا بالكم انا كاتبها باسلوب بوست جراديوت ازاي انا بتعامل قسمت الاكيوت سيفير ازمه الى ايه حاجه اسمها اكيوت سيفير ازمه حاجه اسمها لايف ثريتنينج ازمه حاجه اسمها نير فيتال ازمه انتوا واخدين بالكم الثلاثه دول مع بعض يعاملوا معامله الاكيوت سيفير ازمه اللي بتجيلك في الامتحان لان بالنسبه للبري جراديوت هو ما بيقسمهاش كده هو كله على بعضه اسمها اكيوت ايه يا جماعه سيفير ازمه
فانت بقى ان الموضوع ده مهم جدا وبيجي في الامتحانات كتير، فانت بين له ان انت متعمق ومتعمق فيه. فعشان كده كاتبينه ازاي بقى acute severe ازمه، وبعدين life threatening ازمه اللي هي بقى مهدده للحياه، وبعدين خلاص بقى اللي هو خلاص العمليه قربت قوي near fatal ازمه. فهنبدا بالacute severe ازمه، ايه هي الساينز، ايه هي الكرايتيريا. اهم حاجه واهم كلمه بروفيشنال تتكتب، وهي دي اللي تيجي في الام اس كيو، ان في الاكيوت سيفير ازمه بيك اكسبيراتوري فلو ريت، وده كنا قلنا دي الكلمه المضيئه في البلمونري فانكشن تيست. البيك اكسبيراتوري فلو ريت لما تيجي تقيسها بالجهاز كده تلاقيها ايه يا جماعه، قلت قوش. قلت اديني رقم بقى، الرقم عشان اقول روح انت عندك اكيوت سيفير ازمه، تبقى قلت لدرجه ان هي وصلت لكام يا جماعه، من 33 ل 50%. واحد يقول لي اشمعنى 33؟ اقول لك لان الامريكان هم اللي حاطين الارقام دي، فهي ده شغل الامريكان بقى معايا، شغل الامريكان والبلدعويه اللي هو دايما يعني بيتكلم بدقه قوي، فيقول لك 33 ل 50%. وعليكم السلام. 33 ل 50%. طبعا لو كان واحد مصري انت عارف الامريكان كده، فاكر انت حتى يقول لك مثلا الفاستنج بلاد جلوكوز الدايبيتس، شفت الامريكان يقول لك ايه؟ يقول لك 126 وحياته. يعني ايه 126؟ دي طبعا تقول 125 مثلا. انما هم الامريكان كده على فكره، اتفرج على الارقام اللي الامريكان بيالفوها كلها كده، يقول لك مش عارف 333، يقول لك مش عارف 106، هنا يقول لك من 33 لكام؟ ل 50%. طبعا لو واحد مصري اللي كان بيألفها كان يقول لك 3 من 30 ل 53%، يعني كان هيحاول او كان هيخليها يا جماعه، انما ده من 33 ل 50%. ده اللي هو الاكيوت سيفير ازمه. يبقى عنده ايه كمان؟ ايه؟ دي حاجه حلوه لما ما هو انت قصدك حاجه حلوه انهم يقولوا الارقام كده ولا لا؟ حاجه حلوه اللي بيك لا ازاي ده قال؟ بتكلم 33 ل 50% ده بيقل. وعندك مثلا عندك كمان الايه؟ لا ده مش فاريابيليتي، لان هو ده بيك اكسبيراتوري فلو ريت اصلا بيقل، بدل ما هو 600 هيبقى النص، يعني هيبقى 300 وهكذا يعني. فهو بيقل بيوصل 33 ل 50% اقل من 33 ايه؟ لا ده بيتقاس، ده مش فاريابيليتي. فعشان كده ده ما تقيسه كان 33 لكام؟ 50%. عارف لو اقل من 33% دي مصيبه بقى، لان معنى كده ان انت لايف ثريتنج ازمه، او ممكن نير فيتال ازمه. واخدين بالكم؟ انما الاكيوت سيفير ازمه معظم العيانين اللي هتشوفهم هيبقى من 33 لكام؟ ل 50%. طبعا تاكيبنيا معايا؟ طبعا هيبقى عنده كمان تاكي كارديا، واضح ولا مش واضح؟ فهيبقى تاكيبنيا وتاكي كارديا، وبيبقى كمان مش قادر برضو ايه يا جماعه في الدياجنوستيك كرايتيريا، لان دي ساين العيان الدكتور هيشوفها على العيان، برضو مش قادر يكمل الجمله الواحده في ايه يا جماعه؟ في نفس واحد. يبقى انت عندك اللي هو الاكيوت سيفير ازمه، لازم الاربعه دياجنوستيك كرايتيريا تبقى حافظه. مره ثانيه بقى لما يجي في الامتحان يقول لك اكيوت سيفير ازمه، هل هكتب السيمبتومز الاربعه والدياجنوستيك كرايتيريا الاربعه دول بس؟ لا، لازم برضو هتكتب معاهم ايه يا جماعه؟ لايف ثريتنينج ازمه. لايف ثريتنينج ازمه اللي هي ايه بقى؟ نفس الكلام ده، بس البيك اكسبيراتوري فلو ريت بتبقى كام؟ اقل من 33%. انت واخد بالك؟ ويبدا يشتكي كمان يا قلبي يا دماغي. يعني القلب طبعا هيحصل سيفير ايه يا جماعه؟ هايبوتنشن، القلب مش واصل له اكسجين اصلا، فهيبدا انتوا عارفين الهايبوكسيا ده مش بس تعمل هايبوتنشن وتاثر تعمل مايوكاردايتس وكده، دي ممكن كمان تعمل كاردياك ارست. عشان كده يا جماعه العيان ده ممكن يموت بقلبه. السبب رقم واحد في العالم اللي بيعمل كاردياك ارست هو ايه يا ولاد؟ الهايبوكسيا. ومش بس كاردياك ارست، مش لدرجه كاردياك ارست، انما اريزميا. تحس ان عيان البرونكيا ازمه وده قلناه في كومبليكيشنز، تحس ان الاريزميا ايه يا جماعه؟ انا قلت لكم الحصه اللي فاتت تحس ان عزرائيل بيحوم حوالين العيان بايه؟ بالاريزميا. الهايبوكسيا اصلا تعمل اريزميا، وعلاج البرونكيا الازمه معظم الادويه اللي هنقولها دلوقتي معظمها برضو تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل اريزميا، وقلنا الحصه اللي فاتت. المهم ممكن يحصل كمان ايه؟ الاكسجين اللي واصل للدماغ قليل، فممكن يدخل في كونفالشن وايه يا جماعه؟ وكوما. فكل الحاجات دي من الممكن ان هي تحصل في اللايف. عشان كده لما بتلاقي العيان دخل في كونفالشن او دخل في كوما، لازم هنا دي من حاجات لايف ثريتنينج ازمه. يعني ايه لايف ثريتنينج ازمه؟ يعني هنا لازم تحطه على فنتليتور، من الانديكيشنز بتاعه الفنتليتور اللي هنقولها كمان شويه. خد بالك البيك اكسبيراتوري فلو ريت اقل من 33%. ايه رايكم في ثاني اكسيد الكربون؟ نورمال. ثاني اكسيد الكربون في الاكيوت سيفير ازمه، والسؤال ده بيجي في الام اس كيو، وعلى فكره دايما في الام اس كيو يتلاعب بيك بثاني اكسيد الكربون، مش هيتلاعب بيك بالاكسجين، لان كده كده الاكسجين ايه يا جماعه؟ ما هو معروف ان هو قليل. انما تعالى لي بقى في ثاني اكسيد الكربون. طالب الاصفر لما اشوف يجي يقول له في البرونكا الازمه ثاني اكسيد الكربون اخباره ايه؟ هيقوم قايل له هايبر كابنيا. لكن لا، ثاني اكسيد الكربون هنا بيبقى نورمال. ليه نورمال؟ اولا لان لسه احنا قايلين ان في تاكيبنيا جامده جدا، فثاني اكسيد الكربون ما بيعلاش. حتى في الاكيوت سيفير ازمه، حتى في الاكيوت سيفير ازمه، حتى في اللايف ثريتنينج ازمه، حتى في اللايف ثريتنينج ازمه. انتوا عارفين يا جماعه امتى يعلى؟ لما ثاني اكسيد الكربون يعلى دي مصيبه، لان معنى كده ان هو نيس يبقى فيتال ازمه. عشان كده يقول لك ثاني اكسيد الكربون، انت عارف النير فيتال ازمه؟ هي اللايف ثريتنينج ازمه. نفس الدياجنوستيك كرايتيريا بالظبط. لكن بيبقى فيها هايبر ايه؟ هايبر كابنيا. خد بالك ده عشان الام اس كيو، اما اقول لك برونكيال ازمه واسكت، البرونكيال ازمه العاديه لا ثاني اكسيد الكربون ما بيعلاش.
امتى يعلى يا جماعه نير فيتال ازمه؟ خدنا موضوع كان كده زمان اللي هو موضوع ايه النيمونيا. فاكر النيمونيا بقى مليانه كونسوليديشن. مع النيمونيا بيحصل هايبوكسيا. طب بيحصل ايه ثاني اكسيد الكربون؟ هايبوكابنيا. مش نورمال كمان هايبوكابنيا لسببين هنا تكيبنيا. اولا في تاكيبنيا, وثانيا لان الالفيولاي لما بتبوظ انا قلت لكم ثاني اكسيد الكربون يفوت في الايه في الحديد يعدي في خرم ابره. خاصيه الانتشار بتاع ثاني اكسيد الكربون ده حتى قلت لكم مثلا لو انت بوظت الالفيولاي كلها واتبقى في الجسم الفيولايا واحده, هذه الالفيولايا الواحده قادره على التخلص من ايه يا جماعه؟ عشان كده ثاني اكسيد الكربون ما كانش بيزيد في النيمونيا غير برده فين؟ في الاكيوت سيفير نيمونيا. وقلنا السؤال ده في الام اس كيو. وهنا برده في ثاني اكسيد الكربون ما بيزيدش في البرونكال ازمه غير في الاكيوت سيفير ازمه. كل الكلام ده اسرائيليات اللي بيجي في الامتحان في الاكيوت سيفير ازمه والسؤال المرتقب الرهيب واكتبوا الله يخليكم 2015 من السؤال ده تريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه. التريتمنت ده جاي 2015 والمجاش واكتبه واللي منكم ناوي يقعد معانا شويه يكتب 2016 تبقى 2015 جنبها كده 2016 معايا. السؤال ده فعلا من اسئله مهمه جدا تريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه. السؤال ده لما بيجي في الامتحان اول ما تشوفه بتفرح لان كلكم هتبقوا مذاكرين الموضوع ده. تيجي تحله تلاقيك بتقلب في اي كلام اللي هو لو الليمب دخل تكتب تشوف الكلام اللي انت كاتبه كده لو الليمب دخل هيكتب نفس الكلام ده. عشان كده انا والله العظيم ما انا شارح التريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه غير لما احفظ جمله. الجمله بتقول ايه؟ ان علاج الاكيوت سيفير ازمه ست حاجات مش دي الجمله بس حط دايره حوالين رقم خمسه عشان وانت في الامتحان هتنسى رقم خمسه هي دي الوحيده اللي ممكن تتنسي في الامتحان. وانت بتنسى رقم خمسه الله يخليك كل اللي عايزه منك افتكرني بس يعني انت عارف في الامتحان كده هتكتب هما ست حاجات انما حط لي دايره حوالين رقم كام؟ خمسه. رقم خمسه هي دي الكلمه اللي دايما تتنسي في الامتحان. فهو وهي دي الكلمه على فكره اللي الراجل هيبقى باصص عليها ليه؟ لان هما ست حاجات بس منهم خمسه لو جبت مرتضى منصور عارف مرتضى منصور بتاع الزمالك اللي كان عارفينه لو جبت مرتضى منصور والله هيقول الخمسه دول انما عمره هيقول رقم كام؟ اللي هي رقم اللي هي رقم خمسه اللي احنا بنصرح عليها ده معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده يعني مثلا الفه كده انا عايز اغلب واحد قاعد دلوقتي اغلب واحد اللي عمره ما جاوب سؤال واقول له واحد عنده اكيوت سيفير ازمه هتعالجه ازاي؟ هيقول لك والله خمس حاجات. يعني اول حاجه ايه؟ اول حاجه هتعمل ايه؟ تديله ماسك اول حاجه هتحطه مش على اهليك اول حاجه هتبقى ايه؟ اول خمس وبعدين بيتا بيتا يا جماعه استمنا معايا شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ شورت اكتنج معايا شورت اكتنج. اسال سؤال الاسكياء ده للاسكياء ادي شورت ادي برنترال ادي انهيليشن ولا برنترال؟ ايه رايكم؟ مين الاحسن الانهيليشن ولا البرنترال؟ الانهيليشن احسن لانه موضوع مش هيعمل سايد افكت صح واسرع حتى واضح ولا مش واضح؟ بس السؤال بقى انا بسال مين الاحسن انهيليشن ولا برنترال؟ في الازمه انهيليشن حلو بس مش واقعي لان انت بتتكلم عن واحد عنده اكيوت سيفير ازمه. فلو كان في ديزني يا جامده قوي هتقول العيان اصلا انهيليشن طافين انهيليشن محتاج ايه يا جماعه؟ في وجود الديزني هيبقى صعب جدا ده مش بعيد العيان طبعا هيقول لك لفظ ما يصحش ايه يتقال في حصه محترمه. فعشان كده انت احيانا تلجا ليه يا جماعه؟ برنترال لكن سوف يظل. وطبعا ده اهم حاجه في العلاج ان انا ادي برونكو دايليتور بيتا ايه يا جماعه؟ بيتا ستيمولانت. رقم ثلاثه كورتيزون ولازم تحفظ جرعه الكورتيزون طبعا ولازم تعرف ان الكورتيزون هنا بندي كام في الاول؟ 100 مللي جرام كل 6 ساعات ده في اول يوم يعني 100 مللي جرام بعد 6 ساعات 100 مللي جرام بعد 6 ساعات 100 مللي جرام المهم ده في اول يوم. بس خد بالك بقى لازم تدي الكورتيزون as soon as you can. ليه؟ يعني لازم هو اهم حاجه البرونكو دايليتور طبعا اللي هو بدي البيتا ايه يا جماعه؟ استمر. لكن ليه بدي كورتيزون as soon as you can؟ اول ما العيان يجي لازم على طول تخبطه كورتيزون 100 مللي جرام كل 6 ساعات. ليه؟ لان الكورتيزون اصلا ما بيبداش المفعول بتاعه يبان على العيان ويبدا يادي الشغل بتاعه الا بعد 6 ساعات يعني خد بالك من 4 ل 6 ساعات بيتاخر شويه على بال الايفكت بتاعه ما بيبان. عشان كده انا لازم ابدا ايه يا جماعه؟ as soon as you can على طول انت بتدي برونكو دايليتور بعدين بتدي ايه يا جماعه؟ كورتيزون. طب بعد ما اليوم الاول يعدي هل بقى خلاص بقى كده خلاص؟ لا ده واحد عنده اكيوت سيفير ازمه بتمشي على كورتيزون بعد كده فتره كبيره ممكن حتى لمده اسبوع او ممكن اكتر من كده 60 مللي جرام في اليوم بريدنزولون 60 مللي جرام في اليوم وبعد كده تسحبه ايه بقى؟ تسحبه جراديوالي كده. فهو الكورتيزون ده خد بالك بقى احنا قلنا اول حاجه ايه يا جماعه؟ انت لو بتالف اعتقد تالف الحاجات دي ولا ايه؟ اول حاجه كورتيزون اللي هو كورتين معايا؟ لو انت مثلا لقيت جارك مثلا جارك ومش قادر هو جات له الازمه ومش قادر ياخد نفسه ومش عارف ايه هتدي ايه مثلا؟ اللي هو بقى ديكسامسازون اللي هو ديكادرون خد يا عم حقنه ديكادرون وخلاص على بال على الاقل ما يروح لايه يا جماعه؟ يعني واحد مش قادر ياخد نفسه خلاص على هو عنده فنتولين وانت قاعد عنده في البيت جارك مثلا يبقى اللي هو الفنتولين وايه كمان؟ وتدي اللي هو اللي اسمه ديكادرون حقنه ديكادرون خلاص اللي هو الديكسا يعني
الهيدروكورتيزون ده الاي في ده انجكشن وبعد كده هياخد بقى بريدنزولون اللي هو الهيدروكورتين عارفين الهيدروكورتين والهيدروكورتين اتش عارفين الحاجات دي ما احنا غير الهيدروكورتيزون تكسا نور ماتين بس كله فانو حقن الدكسا ده حتى العيان هيدي لك حقن الدكسا اللي هو الديكادرون تقول له بقى ما خديش انا الهيدروكورتيزون بس انا مختشف فالمهم ده كده اللي هو بصوا يا جماعه رقم 4 انتوا في دماغكم واحد عنده البرونكاي قفش قوي ما دام البرونكاي قفش قوي ياخد الدواء الحلي الدواء الحلي اللي هو كان اسمه ايه امينوفيلين خد بالك في الامينوفيلين خد بالك اي حد عنده ضيق في التنفس بياخد ايه الامينوفيلين صح ولا غلط مع ان الابحاث الجديده قالت ايه وعلى فكره مش معنى الابحاث الجديده قالت كده لا اي حد عنده البرونكوس بازما عنده برونكال ازمه وكده كبير ازمه بياخد الامينوفيلين اللي هو السايفيلين اي حد ولو ان الابحاث الجديده قالت ان بينه وبينكم بقى الامينوفيلين ده ولا الهواء ولا الدموع ما بيعملش اي حاجه مفيش اي فايده الناس اللي بياخدوا امينوفيلين زي اللي ما بياخدوش امينوفيلين عشان كده انا كاتب ايه لازم تكتبها ولازم يا جماعه انت لو رحت اي اي سي يو هتاخد الامينوفيلين بس اكتب له كلمه ان الامينوفيلين بينه وبينكم يوزف امينوفيلين الاكيوت سيفير ازمه از باد ميديسين ان وان وورد وانا كاتب الكلمه دي في كلمه واحده از باد ميديسين يعني هو بيتعمل بيتعمل بتاخد امينوفيلين لكنه يعتبر ايه يا جماعه باد ميديسين طب رديء ليه بقى لانه ما بيعملش حاجه طب يا عم طب تديه وخلاص ما بيعملش حاجه ما بيعملش حاجه يعني. او ممكن يعمل برونكو دايليتور اقول لك لا امينوفيلين ده خد بالك عزرائيل بيحوم حواليك بايه زي ما قلنا قبل كده بالاريزميا يعني لو هتدي امينوفيلين لازم تديه فيري ايه يا جماعه فيري فيري سلولي لازم ببطء جدا فور فير اوف ايه الاريزميا المهم بقى لغايه دلوقتي انت حاسس ان فعلا لو جبت مرتضى منصور هيقول لهم تدي اكسجين في الاول مش عارف بعد كده شورت اكتنج ايه يا جماعه ولا بلاش مرتضى عشان ما ارفعش عليه القضيه بيكسب من الذين اي قضيه يرفع فهو الاول خمسه ايه خلاص هيتجابوا يعني اخر واحده مثلا نحطه على فنتليتور بص يا ابني احنا حطينا دايره عشان يجي صدى صوت في الامتحان يقول لك ايه بقى لما يجي يقول تريتمنت اوف برون اكيوت سيفير ازمه صدى صوت كده هيجي يقول لك ايه وحوالين رقم خمسه دايره 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 تقوم تفتكر رقم خمسه رقم خمسه اللي انت مش عارف تالفها احنا الفنا الخمسه تبقى فضيحه لو ما عرفتش الف ستة اصلا اكيوت سيفير ازمه واحد ايه اكسجين طب بص يا جماعه اعمل دايره حوالين بص اعمل دايره حوالين الاكسجين اللي هو اكسجين وبعد كده شورت اكتنج ايه بيتين. ايوه بيت وبعدين ايه كورتيزون سبرعات طبعا وبعد الكورتيزون امينوفيلين وبعدين تحطه على طبعا تحطه على فنتليتر امتى بقى لو كان في النير فيتال ازمه او لو كان في اللايف سيتلنج ازمه بدا يدخل بقى في كوما في كونفرشن هايبر كابنيا الحاجات دي كلها لكن خد بالك او ديزني ما بتتصلحش حتى مع ده بتحطه على فنتليتر رقم خمسة ايه بقى لازم تدي انفيوجن لازم تدي هنا يا جماعه سلاين والسلاين يبقى فيه حاجتين مين شاطر يقول الحاجتين دول لازم هذا السلاين يبقى فيه حاجتين هي دي الكلمه المضيئه في حاجتين لازم ياخدهم هذا العيان الحقير اللي هم ايه يا جماعه ياخد مثلا مبدئيا انت تقدر تالف واحده فيهم جلوكوز لان ده بيصارع من اجل الحياه فمحتاج ايه يا جماعه طاقه ما تسيبش العيان يدخل منك في هايبوجلايسيميا لازم ايه يا جماعه جلوكوز ولازم الاهم من الجلوكوز ايه كلنا هنفتكر حته الجلوكوز دي الاهم ايه بقى ندي ايه في الصلاين جلوكوز وايه وبتيجي في الام اس كيو وبوتاسيوم مين شاطر بقى يقول انا ليه بدي بوتاسيوم ليه لازم العيان اللي عنده اكيوت سيفير ازمه لما بتدي فلويد يبقى فيه بوتاسيوم كتير مين يقول بقى عشان طبعا هو عمايله فعلا لا رزق بتاع طبعا ما اي اجابه بتتقال اي كلام يعني هو ممكن يقول كده بياخد بوتاسيوم ممكن عشان ياخد كده حلو يعني انت راح تقول عشان طعمه حلو بس طعمه حلو بوتاسيوم عشان موجود في المشمش والمشمش حاجه هديله اي دي لازم بوتاسيوم ليه يا جماعه بوتاسيوم عشان الصوديوم بدي جلوكوز عشان انرجي يسرع من اجل الحياه ليه بدل زي ما بخش بقى لما يعلى بص يا جماعه بخش اقول لكم على حاجه ظريفه هو اصلا عليك ان انت تديه مش سمباسو مايميتك هو السمباسو مايميتك بيعمل ايه في البتاع طب بص قبل ما تجاوب هو ايه اللي انا رسمها دي ايه دي خليه صح ولا غلط؟ وايه اللي داخل الخليه ده؟ السمباسو مايميتك يعمل ايه بقى؟ خد بالك ياخد يعمل حاجه اسمها انترا سيلولار شيفت يعني ياخد البوتاسيوم من بره الخليه يدخله جوه الايه؟ جوه الخليه زي مين بيعمل كده تاني؟ الانسولين مثلا مش احنا قلنا يا جماعه انسولين فيها 2 ان فاكرين؟ انسولين ما هو لو كان بيدخل الجلوكوز جوه الخليه بس كانوا سموه ايه؟ انسولين ان واحده في الخليه انما هو انسولين هم بيسموا الاسامي كده وخلاص ما انسولين لان فيها 2 ان بيدخل حاجتين حتى الامريكان دايما يشرحوها كده يقول لك الانسولين بيدخل حاجتين واخد بالك فهو دايما بيقول هم ايه الحاجتين الجلوكوز والبوتاسيوم عشان كده الانسولين لما بتدي انسولين كتير يحصل على طول ايه يا جماعه عشان كده بنقول الكلام ده في الدايابيتي كده عسروس يعمل دراماتيك لو للبوتاسيوم يعني ممكن عيان يموت بسبب ايه الهايبوكالميا عشان كده هنا بقى السمباسوماينيتك يعمل كده برضه انترا سيلولار شيفت الايه يا جماعه
للبوتاسيوم يدخل جوه الخلايا تيجي تبص للبوتاسيوم في الدم تلاقيه قليل فلازم تدي هنا يا جماعه بوتاسيوم واحد يقول لي طب ما تسيب يا عم ايه اعمل بوتاسيوم لو قل اقول له يا راجل بس كده لان عزرائيل بيحوم بالايه بالاريزما هيصطادك على طول ده مش بعيد يموت العيان بالايه يا جماعه بالدكتور الغبي اللي بيعمل طب تعالوا انتوا الاثنين يلا موتوا بالاريزما على بعض فلازم تدي يا جماعه يبقى عليك شفت بقى الكلام اللي كنت بقوله لك قبل الحصه اكيوت سيفير ازمه اللي هو انت بتذاكر بسرعه ذاكر بسرعه ازاي اكيوت سيفير ازمه خلاص هي دايره حوالين ايه يا جماعه رقم 5 بتسمع الباقي هتلاقي نفسك بتسمعه كلام سهل ما تفتكرش بقى تفضيح تفتكر رقم ايه يا جماعه ولا تفتكر كمان رقم 5 فده كده اللي هو الاكيوت ايه يا جماعه سيفير ازمه اعتقد الموضوع سهل عشان الانتروسراس البريشر بيبقى عالي قوي انت واخد بالك الانتروسراس البريشر عالي هو يعني بس الدردوكسس اصلا عارف الانسان الطبيعي لما بياخد نفس بياخد نفس مفروض البلاد بريشر بيقل ايه سنه صغيره انما هنا بيسن بيقل قوي ليه بقى لان في البرونكا الازمه بيبقى فيه انتروسراس البريشر بيبقى عالي قوي فالفيروس بتنزل ايه بيقل هي دي قصه كبيره عشان بص اقول لك انا بص ده كده اللي هو القلب الانسان الطبيعي بيحصل فيه بيحصل فيه ايه اه طب ركزوا معايا بقى ركزوا معايا الانسان الطبيعي لما بياخد نفس ايه اللي بيحصل بيزيد الفينس ارتيريال اه بيزيد الفينس ارتيريال صح يعني مثلا نقول لو 5 يبقوا كام يبقوا 7 مثلا يعني هل معنى ان بيزيد الفينس ارتيريال يقول البلاد بريشر يزيد لا لان بيزيد الفينس ارتيريال اه بس فرحه ما كملت ليه فرحه ما كملت لان برده ما بيقف الانسبيريشن يحصل اكسبانشن في اللنج فاللنج تاخد ايه اكسبانشن تشفط زياده وزياده كمان يعني انا فرحت الاثنين انا بدي طبعا ارقام مجازيه فالخمسه بقوا 7 تلاقي الاثنين ان الرئه تاخد 2.2 فحركه الاكسبانشن دي مين شاطر مين كان علمي هنا بقى 7 تشيل منهم 2.2 بكام يا جماعه 4.8 فرق عن 5 كتير لا عشان كده هو قال لي سنه صغيره كلمه بالسس بارادوكسس وخدوا الكلام ده في العمل شرحت هنا تظلم الطالب المحدود ليه بقى لان ممكن واحد محدود يقول لك ايه ده بالسس بارادوكسس يعني تناقض فهيجي يسالك في الامتحان قول لي يا ابني بيحصل هنا بالسس بارادوكسس يعني ايه بالسس بارادوكسس انا هقوم انت تقول ايه حتى لو مش مذاكر الطالب المحدود بقى هو الطب بيقول ايه يقوم قايل لك يا ابني جوري انسبيريشن البلاد بريشر بيقل معايا هتقول له دكتور انت الموضوع ده بقى بالسس بارادوكسس هنا بقى دكتور بيزيد لان التناقض ايه لا هو التناقض هنا عايز اقول كلمه جامده برده قلت لكم ايوه التناقض هنا ليس في الصفه ولكن هو فين بقى صفه الصفه فاكرين الكلام ده يعني ايه صفه الصفه يعني في الانسان الطبيعي بيقل سنه صغيره هنا بيقل برده لكن سنه كبيره معايا في مرض ايه شهير خدناه قبل كده كان بيعمل بارسس بارادوكسس بريكارديال ريفيوجن شكلها انا راجع كارديولوجي 7 ساعات في اللي هو في البريكارديال ريفيوجن وفين كمان بقى او في البرونكا لازم او سي او دي ليه بقى في البرونكا في البريكارديال ريفيوجن فاهمين ليه وباين في عليكم ان انتوا فاهمين ليه البريكارديال ريفيوجن تعمل بارسس بارادوكسس واللي مش فاهم ليه لما نقول بقى في البريكارديال ريفيوجن انما هنا ليه لان هنا خد بالك الانتراسوراس بريشر هيبقى عليه قوي في صورتي فهل الفينوس ارتر ده هيبقى كتير؟ يعني لما تاخد نفس هل الفينوس ارتر ده هيزيد؟ لا مش عارف يدخل معايا؟ فالفينوس ارتر الخمسة دول بيبقوا زي ما هم خمسة مش 7 لان الفينوس ارتر ايه يا جماعة؟ ضغط عالي او في منطقة السورس فالفينوس ارتر ايه؟ مش هيزيد فالخمسة هيبقوا زي ما هم ناخد بعضنا ونطلع على مين؟ على الرئة هنا بقى اللنج تمتاز وقلنا الكلام ده قبل كده بانها ايه؟ انانية برضو هتاخد 2.2 تقوم بقى من 2.2 خدتهم من الاصل كام مش من 7 خدتهم من الاصل كام 5 يبقى مين شاطر كان علمي يقول 2.8 قلت قوي عشان كده يا جماعه واحد فيكم انتوا خدوا نفس كده عميق وحس البلس هل البلس ضعف؟ اه حسيت انها بسيطه لا مسافه بسيطه دي بيهرس اللي يقول لك اه حسها مش هتحسها خد نفس عميق والله افضل خد نفس جامد كده وهو ايه يا جماعه هتلاقي قال لي سنه لا تشعر مش هتحسها بالعين المجرده او بالايد المجرده انما خد بالك بقى حد فيكم عنده بريكارديال افيوجن او حد فيكم عنده برونكيال ازمة هيجي او حد عنده سي او بي دي هيجي ده بقى ياخد نفس او ما ياخد نفس ويتعمق كده تحس البلس بقى ضعيف قوي تقوم قايل له روح انت عندك ايه تناقض في البلس يقول لك يعني ايه تناقض في البلس اقول له ايه يا جماعه دي اكسجريشن يعني القاعده واضح ولا مش واضح بس كده بس الحمد لله دلوقتي احسن الحمد لله